17 في اي في تي اللي هي بقيه الانفيرمتري كونديشنز بتاعت الفارينكس، تكملت المحاضره اللي فاتت. وبعد ما نخلص الانفيرمتري كونديشنز هناخد بالمره الباوتش والسايلنت اريا علشان نقلل اللود على المحاضرات اللي بعد كده. تكمله الانفيرمتري كونديشنز بتاعت الفارينكس الدفتيريا. حد هيستغرب يقول لي احنا سنه 2020 هل منطقي انك تدرس لنا دفتيريا دلوقتي او ان احنا نعرف دفتيريا؟ طب ما انا بدرس لك الدفتيريا دلوقتي واحنا في الحظر وفي الكورونا بانديميك. هو حد كان يصدق ان الكورونا تعمل كده في العالم؟ ايش عرفك ان الدفتيريا ممكن ما ترجعش تاني؟ زي كذا حاجه رجعت تاني. الدفتيريا بقى ده نوع من انواع الفارنجايتس. هي اسمها فوشيال دفتيريا. يعني ايه فوشيز؟ يعني فارنكس، وبالتالي هي بتيجي في الفارنكس. اسمها باللغه العربيه الفصحى الخناء، لانها بتخنق بالسودو ممبرين. بص الصوره دي سودو ممبرين، تمام؟ فاسمها الخناء. بريفلي كده هي بتيجي يونيلاترال، لان وانس بقت بايلاترال، الممبرين بقى بايلاترال، العين اتخنق مات. يعني انت الحاله اللي بتشوفها يونيلاترال سودو ممبرين، تمام؟ ايه الدفتيريا دي بقى؟ الكوست اوف اورجانيزم اسمه كوريني بكتيريوم دفتيريا. كوريني بكتيريوم دفتيريا هنتكلم عليه لما نيجي للسواب الانفستيجيشن. المود اوف ترانسميشن اتنقلت ازاي؟ دروبلت انفكشن، واحد كح او عطس في وش واحد الرذاذ، تمام؟ ده بيتنقل الكوريني بكتيريوم دفتيريا. طب اكتر سن تيجي فيه الدفتيريا من 2 ل 5 سنين. طيب بعد ما كح او عطس في وش اللي قدامه هيجي له دفتيريا بعدها بقد ايه؟ اللي هي الانكوبيشن بيريود، فتره الحضانه، 2 ل 5 ايام. انواع الدفتيريا ايه؟ هو الكوريني بكتيريوم دفتيريا ده اورجانيزم ضعيف بيعيش في الفارنكس. فانا حته في الفارنكس اكتر في التونسولار كريبتس والنيزوفارنكس، في التونسولار كريبتس والنيزوفارنكس، تمام؟ علشان كده اسمها فوشيال دفتيريا. فيروح عامل سودو ممبرين في المنطقه دي، فوشيال دفتيريا. ده الكومنست تايب اللي احنا بنشوفه. طيب افكتنج الفارنكس اللي هي سودو ممبرين، يروح نازل على اللارنكس وده اللي بيموت العيان، يبقى اسمها لارنجيال دفتيريا. يروح رايح للنوز، نيزل دفتيريا، وممكن يروح للعين، كونجنكتيفال دفتيريا طبعا، تمام؟ اذا هي برايمري فوشيال، برايمري فارنجيال فوشيال، وبعدين تروح لللارنج سكندري لارنجيال، تروح للنوز النوز النيزل سكندري، الكونجنكتيفال سكندري، كله سكندري الفوشيال. الفوشيال هو البرايمري لان الاورجانيزم بيعيش في الفارنكس. طيب الباثولوجي، الاورجانيزم ده ضعيف جدا، بشبهه الراجل هفق، راجل ضعيف قوي بس للاسف اتجوز وخلف عيل قوي جدا جدا جدا. الكوريني بكتيريوم دفتيريا دي اورجانيزم ضعيف بيموت حتى من البنسلين، ولكن خلف عيل اسمه اوكسيتوكسين قوي جدا جدا جدا، هو ده اللي بيدمر الدنيا، تمام؟ فالكوريني بكتيريوم دفتيريا دي بتافكت الفارنكس، تعيش في الكريبتس اوف ذا تونسل او نيزو فارنكس، وتروح عامله سودو ممبرين وتفرز باورفول اكسيتوكسين بقى بعد ما افكتنج الفارنكس اللي هو العيل اللي قوي جدا جدا جدا، لكن الاورجانيزم نفسه ضعيف. الاكسيتوكسين ده ليه اتنين افكت بعد ما الاورجانيزم عاش في الثروت، تمام؟ افرز اكسيتوكسين، الاكسيتوكسين ليه اتنين افكت لوكال وسيستميك جنرال. اللوكال يعمل ايه؟ يعمل نيكروزس للتيشو. بص الصوره دي، يعمل نيكروزس، ياكل التيشو، يعمل ألسر يعني، تمام؟ نيكروزس للإبيثيليوم، تمام؟ طب ما هو أي إبيثيليوم نيكروتيك يعني حتة اتسلخت هتتغطى بسودو ممبرين، فإذا نيكروزس أند سودو ممبرين فورميشن، ده لوكال إفكت. وبعدين يمتص للدم، بيحب اتنين تيشو قوي قوي قوي، يقول لك إيه؟ ليه أفينيتي، يعني إيه أفينيتي؟ غرام، ليه ود، ليه شو، ليه أفينيتي للهارت والنيرفز، للكاردياك والنيورال تيشو. ابن اللذينة، ما أنا بقول لك الاورجانيزم ضعيف لكن خلف عيل قوي جدا، قوي، عمل نيكروزس لوكال والسر وسودو ممبرين، وراح رايح للدم، اهم اتنين تشوف الجسم، تمام؟ المخ والاعصاب، القلب والاعصاب، تمام كده؟ راح رايح للقلب لدرجه ممكن يجي له هارت فيلير وديوتو مايوكاردايتس او فيجال نيورايتس، وافكتنج النيرفز يجي له باراليسيس. يبقى العيل الضعيف ده، الراجل الضعيف ده خلف عيل قوي جدا اللي هو الاكسيتوكسين، عمل لوكال افكت وسيستميك افكت. العيان هيجي لك بمنظر شكله ايه؟ كلينيكال برزنتيشن، ليه سيمبتومز اعراض وليه ساينس اكزامينشن. السيمبتوم جنرال ولوكال والساينس جنرال ولوكال زي اي اكيوتايتس. طيب السيمبتوم الجنرال
مش كبيره، انا قلت لك ده اورجانيزم ضعيف، وبالتالي الحراره ما تبقاش عاليه قوي، لو جريد فيفر بالكتير و38، ده جنرال. يبقى لو جريد فيفر مع هيديك وماليزو انوركسيا، ولوكال سيفير 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 ديسفيجيا اند سور ثروت. ليه سيفير وبتحزق لي كده؟ علشان في نكروزس في التشو. بص التشو بقت نكروتيك في الصوره اهي، وعملت سودو ممبرين، تمام كده. وبالتالي بالرغم من انه لو جريد فيفر الا ان الديسفيجيا سيفير سيفير. ده السيمتومز بتاع المريض. نيجي للساينس الاكزامينشن بقى. جنرال زي اي حاجه بقى، جنرال ولوكال. جنرال هاي تمبريتشر رابيد بالس، بس انت قلت لي لو جريد فيفر، يبقى التمبريتشر ايه؟ مش عاليه قوي، لا تتعدى 38 درجه، تمام، علشان البروجينيك افكت بتاعه اقل. وبالرغم من ان الحراره مش عاليه قوي، تلاقي البالس بتاعه عالي جدا جدا جدا، تمام، رابيد رابيد ويك بالس ديسبروبورشنت مع التمبريتشر. ازاي يعني؟ احنا لما بيجي لنا برد وبنسخن، الحراره بتاعتنا لما بتعلى بيحصل، حتى في البرد العادي بيحصل هايبر دايناميك سيركيوليشن، الهارت ريت بتاعك يزيد، يعني اثناء البرد تلاقي دقات قلبك سريعه، ده الطبيعي. قانون في البطنه، كل ما الحراره عليت درجه البلس يعلى 10، الا الدفتيريا، الحراره تعلى درجه البلس يعلى 20 30 40 50 ديسبروبورشنت. يبقى اذا رابيد ويك بلس ديسبروبورشنت للفيفر او للحراره العاليه، زائد ان في هاي تمبريتشر رابيد بلس ده فيها اكسوتوكسين، وبالتالي في توكسيك فيشس، توكسيك فيشس اللي هي توكسيميا، تلاقي الولد وشه باهت بلور ايرثي لوك زي لون الارض، تمام، هو ده التوكسيميا اللي في الدم لما الاكسوتوكسين راح للدم. يبقى هاي تمبريتشر رابيد بالس، تمام، البالس ديسبروبورشنت مع الهاي تمبريتشر وبالور توكسيك فيشس. نيجي لللوكال ساينس بقى. الله، مش ده فارنجايتس؟ مش ده نوع من انواع الفارنجايتس؟ يبقى هلاقي جوه سودو ممبرين وبره ليمف نود، ما هي السر متغطيه بسودو ممبرين، تمام، يبقى ألسر متغطيه بسودو ممبرين اللي هو المنظر ده، ده اللي في الصوره ده، ومن بره فيه ليمف نود كبيره اللي هي دي، زي الاكيوتوم سلايتس، مكان من جوه ومن بره، تمام. من جوه هنا فيه ألسر متغطيه بسودو ممبرين، لها سبعه كاركتر، ده تاني سبعه نقولهم في الثروت، سبعه كاركتر. ايه هم السبعه كاركتر دول؟ خلي بالك اول سبعه كانت الادينويد فيشس اللي بيعملها الادينويد، دي سبعه برضه. يبقى الكاركتر بتاع السودو ممبرين في الدفتيريا سبعه، وكان الفارينكس برانش السبعات. اولا السودو ممبرين ده يونيلاترال، ما يجيش باي، لان لو جه باي العين مات اتخنق، تمام، يونيلاترال بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل. التونسل هنا اهي، لا ده هو معدي حدود التونسل، هي اسمها فوشيال فارنجيال دفتيريا نوت تونسيلر دفتيريا، يبقى ليميتد للتونسل ليه؟ يبقى يونيلاترال بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل. ديرتي جريش ان كلر، بص لونه ايه؟ dirty grayish in color، اصله معمول بالنيكروتيك تيشو الميته، تمام، مع فايبر نتورك. اوفنسيف ان اودر، ما انا قلت لك تيشو ميته. ديبلي ادهيرنت، لازق لدرجه اف ريموفد ات ليفز رو بليدنج سيرفيس اريا اند ات ريفورمز رابيدلي، بيتكون بسرعه. يبقى سبعه كاركتر، اولا يونيلاترال بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل، تمام، dirty grayish in color، offensive in odor، deeply adherent، if removed it leaves raw bleeding surface area and it reforms rapidly. لازم يكونوا محفوظين، ده من جوه اللي هو الممبرين، واللي من بره الليمف نود. الليمف نود بقى usually enlarged لدرجه بيسموها، لان الاكسوكسين برضه بيلعب دور في الهايبربليزيا بتاع الليمفويد تيشو، لدرجه بيسموها بولز نيك، رقبه الطور، من كتر ما هي enlarged usually enlarged بولز نيك. دي الدفتيريا. يبقى الدفتيريا symptoms وساينس، كلا منهم جنرال ولوكال زي اي اكيوت ايتس. السيمتوم الجنرال فيفر وهيديك وماليزو انوريكسيا، بس الفيفر لو. اللوكال سيفير ديسفيجيا اند سور ثروت. والساينس هاي تمبريتشر رابيد بالس بس معاها بالور والبالس ديسبروبورشنت، تمام. ولوكال في ممبرين سودو ممبرين لسبعه كاركتر، وفي لمف نود يوجلي انلارجد. نيجي للثروت سواب، هشخصها ازاي؟ هي لها كلينيكال برزنتيشن بس لازم اثبت، يبقى لازم اخد ثروت سواب واعمل لها دايركت سمير اللي هي الصوره دي، يا اما ازرعها كالشر على روفلر سيرم او تلورايت ميديوم، لو انت فاكر كلام المايكروبيولوجي، تمام كده. يبقى ده
بالنسبه للانفستيجيشن. يبقى اذا ثروت سواب دايركت سمير هتلاقي جرام بوزيتيف بس اللاي تشاينيز ليتر ابييرانس زي الحروف الصيني تشاينيز ليتر ابييرانس تمام. وكالشر اون لوفلر سيرم او تولورايت ميديم طبعا الدايركت سمير اسرع ولكن اللي هيثبت لك بجد 100% الكالشر. ديفرينشال دياجنوست اوف سودو ممبرين ده انت وصلتني لمنطقه الممبرين اللي على التونسل او الفارينكس. كم حاجه تعمل ممبرين في الفارينكس؟ انا خدت الاكيوت فوليكولار تونسلايتس من شويه اللي في المحاضره اللي فاتت كان عباره عن فوليكل اوف باس تمام. الفوليكلز دي لما بتفوز مع بعضيها بتكون سودو ممبرين. يبقى اول سبب اكيوت فوليكولار تونسلايتس ده سؤال مهم ديفرينشال دياجنوست اوف ممبرينز اوف ذا فارينكس تمام. وحته ليك لازم تعرفها اي عين داخل لك العياده عنده ممبرين ألسر ومتغطيه بممبرين لازم تبقى عارف يبقى لاكيوت فوليكولار تونسلايتس ممكن الباس هو اللي عامل السودو ممبرين ده. ممكن الدفتيريا تيجي يونيلاترال والسبع كاركتر بتوعه. في حاجه اسمها فينسنت انجينا هناخدها كمان شويه. فينسنت انجينا اللي هي طبق الكشري تمام اللي هي سبايروكيتال انفكشن بوريليا فينسنت فيزوفورم بس اللاي تمام. وتملي تيجي اللي عنده باد اورال هايجين معايا فدي بتعمل يونيلاترال ديب ريجولار ألسر هناخدها كمان شويه. طبق الكشري الكشري بتاع السنه اللي فاتت في السلايد. مونيليزس كانديدا البيكانز اورال ثراش وايت شكوت التانج ممبرين على التانج والبكه الميكوزا فانجل انفكشن يبقى مونيليا تمام. البلاد ديزيزز تعمل انفكشن وسودو ممبرين ازاي يعني الله مش البلاد ديزيزز دي في عساكر موجوده في دمك اللي هي الليوكوسايتس لما الليوكوسايتس دي ما تشتغلش او تقل مفيش عساكر عندك ما عادش في اميونيتي وانت بقك مليان اورجانيزم تروح الاورجانيزم الفلورا اللي في بقك دي تقلب اوبورتونستيك انفكشن وتعمل انفكشن وبالتالي تعمل السرز ويتغطى بسودو ممبرين. ايه هي البلاد ديزيز اللي نعرفها اللي هندرسها؟ الانفكشوس مونوكلوزس تمام الاجرانيولوسيتوزس اللوكيميا. اي عيان يجي لك بالسريشن في بقه لازم تعمل له صوره دم كامله. ممكن تلاقي عنده المونوسايتس عاليه مونوسايتوزس ممكن تلاقي عنده الليوكوسايتس قليله اجرانيولوسيتوزس ممكن تلاقي عنده ليوكيميا الليوكوسايتس في السماء تمام. اذا اربع حاجات ممكن يعملوا لي ممبرينز اون ذا فارينكس يا الاكيوت فوليكولار تونسلايتس اللي خدناها يا الدفتيريا والاثنين دول مهمين جدا علشان كده هنفرق بينهم دلوقتي في جدول يا الفينسنت انجينا يا المونيلياز يا المونيليزس يا البلاد ديزيزس. تعال نفرق بين الاثنين اللي كومن اللي هم الاكيوت فوليكولار تونسلايتس والدفتيريا. جدول مهم الفرق بين الاكيوت فوليكولار تونسلايتس والدفتيريا سبع فروقات تالت سبعه اهي سبع فروقات معايا. يبقى ايه الفرق بين الاكيوت فوليكولار تونسلايتس والدفتيريا؟ اولا الانست دي اسمها اكيوت يبقى الانست اكيوت في خلال ساعات. الدفتيريا ما اسمهاش اكيوت دفتيريا تمام يبقى انسيديوس. يعني ايه انسيديوس؟ انسيديوس في اللغه يعني مكار يعني الاورجانيزم ضعيف وبعدين فضل مش عامل سيمتوم وبيفرز اكسوتوكسين لغايه ما الاكسوتوكسين وصل للدم راح رايح للهارت او النيرف موت العيان او عمل سودو ممبرين خنق العيان مات. اذا ده دحلاب يبقى انسيديوس الانسط بتاعه انسيديوس فضل ساكت 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 ومره واحده راح عامل حركته كان الاعراض بسيطه ومره واحده راح عامل اما ده اكيوت. التمبريتشر في الاكيوت فلوكرا تونسلايتس بتبقى هاي في بيروجين بس اما ده لو جريد لا تتعدى 38. البلس في الاكيوت فلوكرا تونسلايتس بروبورشنت يعني لما الحراره تعلى درجه البلس هي على 10 اما هنا ديسبروبورشنت. الفيس في الاكيوت فلوكرا تونسلايتس الوش بيبقى احمر ومزنهر فلاشت اما في الدفتيريا توكسيك ايرثي لوك بيل ليه؟ اولا الاكس توكسين هنا بتعمل بون مارو ديبريشن وفي توكسيميا في الدم اما التوكسيميا بتاع الاكيوت فوليكولار تونسلايتس اقل زائد ان الحراره عاليه قوي ففي كونجيشن في الكابيلاريز بتاع الوش وبالتالي تلاقي الوش احمر ومزنهر من الحراره العاليه. التوكسيميا هنا ممكن يحصل في الاكيوت فوليكولار تونسلايتس زيها زي اي انفكشن ممكن بس ممكن تحصل وممكن لا ولو حصلت هتبقى مايلد اما هنا ده اكس توكسين في الدفتيريا لازم تبقى سيفير. السودو ممبرين في الدفتيريا سبع كاركتر لازم تقولهم لي يونيلاترال بيكسيد ليميت اوف ذا تونسل ديرتجريشن كلر اوفنسيف ان اودر ديبلي اديرنت اف ريموفد ات ليفز رو بليدنج سيرفيس اريا اند ات ريفورمز رابيدلي لازم يكونوا محفوظين. اما الممبرين بتاع الاكيوت فلوكرا تونسلايتس يوجوالي بايلاترال
ما هو صعب يجي التهاب في علاجة واحدة، وإن كان ممكن بس يوجوالي بايلاترال. يلوش لأن ده باص، التاني ديرتي جريش نكروتيك تيشو. ليميتد تو ذا تونسل لأن اسمها تونسلايتس، أما الدفتيريا ما اسمهاش تونسلايتس، اسمها فوشيال، وبالتالي بيغطي التونسل وبيكسيد الليميت. لوز مش ديبلي أدهيرنت لأن موجود ده شوية باص فيوزد مع بعضهم وكونوا سودو ممبرين، أنا ممكن أمسحهم بسباتيولا أو حاجة على حتة قطنة، لكن الدفتيريا بيبقى ديبلي أدهيرنت. لو خدت ثروت سواب هتلاقي الأكيوت فريكر تونسلايتس الأورجانيزم غالبا بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي الميكروب السباحي. أما الدفتيريا كوريني بكتيريام دفتيري، كوريني بكتيريام دفتيري. دول السبع فروقات اللي بين الأكيوت فريكر تونسلايتس والدفتيريا، سبع فروقات اللي هي الأنسط والتمبريتشر والبالس والفيس والتوكسيميا والسودو ممبرين والثروت سواب. نيجي للكومبليكيشنز بتاعت الدفتيريا. هي الدفتيريا بتموت طبعا، اسمها الخناق. اكتر سبب للوفاه في الدفتيريا السودو ممبرين لارينجيال اوبستراكشن باي ذا سودو ممبرين، وبالتالي تؤدي الى سترايدو اسمها كده الخناق. تمام، فاكر الفيلم الابيض واسود الممرضه ضحت بحياتها ودخلت قسطره شفطه السودو ممبرين، العيان عاش، الطفل عاش وهي ماتت. تمام، طيب انا قلت لك حاجه ان الاكسيتوكسين اول ما بيروح للدم ليه ود، ود لمين؟ لاثنين تيشوز. ليه شو هو مشتاق لاثنين تيشو، كاردياك ونيورال تيشو، اذا لها كارديوفاسكولار كومبليكيشن ونيورولوجيكال كومبليكيشن. ده بالاكسوكسين زائد ان لوكال عمل سودو ممبرين يبقى ريسبيراتوري كومبليكيشن. تمام، طيب كارديوفاسكولار كومبليكيشن تؤدي الى هارت فيلير. ليه؟ ما هو الاكسوكسين بيروح يعمل توكسيك مايوكاردايتس، يا اما بيافكت النيرفز الفيجاس بيغذي الهارت يعمل فيجال نورايتس وبالتالي هارت فيلير. يعني الهارت فيلير ممكن يكون سببه حاجه من اثنين، يا توكسيك مايوكاردايتس يا فيجال نيورايتس. نيورولوجيكال بقى اول حاجه تتشل البلد، النيرف سبلاي اوف ذا بلد. تمام، ده الفيرست ساين، فيحصل بلاتا الباراليسيس، يروح جاي له نيزا ريجرجيتيشن، يجي يشرب الميه ترجع من مناخيره. تمام، نيزا ريجرجيتيشن. تاني حاجه اوكيولار باراليسيس، الاكسترا اوكيولار ماسل بالانترنسك برضو. الاوكيولار ماسل دي اكسترنسك وانترنسك، لو حصل انترنسك باراليسيس يحصل loss of accommodation و lack of conversion زي ما انت عارف. اما الاكسترا اوكولار ماسل ديبلوبيا وسكوينت، ده الاوكولار ماسل. ممكن اللارنجيال، خلي بالك انا ماشي من فوق لتحت، اللارنجيال باراليسز يؤدي الى هورسنس لو يونيلاترال، يؤدي الى سترايدور لو بايلاترال، زي ما هناخد بعد كده لارنجيال اوبستراكشن لو سترايدور زي ما هناخد في اللارينكس. طيب ممكن يعمل باراليسيس للنيرف سبلاي بتاع الفارينكس والاسوفجاس وهو عنده اوريدي ديسفيجيا، الديسفيجيا تزيد البلع بقى. ريسبيراتوري ماسل باراليسيس انتركوستال ودايفرام ريسبيراتوري فيلير. تمام، طيب ريسبيراتوري كومبليكيشن، طبعا انا قلت لك اوبستراكشن بالسودو ممبرين اسمه يا اخي الخناق اللي بخنق بالسودو ممبرين، يعني هو يونيلاترال وانس وصل لللارينكس يونيلاترال برضه، بس اول ما يمتد للناحيه الثانيه خنقه مات. ريسبيراتوري انفكشن حته من السودو ممبرين دي انفصلت ونزلت على التراكيا والبرونكاي، برونكونيومونيا ولانج ابسس. ريسبيراتوري فيلير علشان باراليس للانتركوستال والدايفرام اللي انا قلتها اللي هي دي. تمام، يبقى دي كومبليكيشن، يبقى كارديوفاسكولار ونيورولوجيكال علشان الاكسيتوكسين وريسبيراتوري مينلي بالسودو ممبرين ويخنق. نيجي للتريتمنت بتاعه الدفتيريا. اولا حاله الدفتيريا، حاله اي حد يجي له حاله دفتيريا لازم يبلغ مديريه الصحه في المنطقه، ولازم الحاله تروح مستشفى الحميات وتتعزل علشان ما تعديش الناس الثانيه. طبعا ازاي ده ممكن يحصل ابيديميك اتاكس، وبالتالي هوسبيتاليزيشن اند ايزوليشن، عزل، حجز في مستشفى الحميات وعزل عشان ما يعديش الباقيين. الحقوا بانتي توكسيك سيرم، طبعا يعني في اكسيتوكسين في دمه عادله بانتي توكسين. تمام، علشان العيان يقدر يعيش. طيب ده لو لسه ما حصلش ديستراكشن للهارت والنيرفز. اموت الاورجانيزم بانتي بايوتيك، يعني يا فرحه قلبي انت عمال تدي انتي توكسيك سيرم علشان تعادل الاكسيتوكسين وسايب الاورجانيزم يفرز، لا لازم تدي انتي بايوتيك. يبقى انتي بايوتيك زي البنسلين او اريثرومايسين، مش قلت لك بيموت باقل انتي بايوتيك بنسلين او اريثرومايسين لان الاورجانيزم مش قوي، وبعدين عالج الكومبليكيشنز لو العيان عايش. طيب
يبقى hospitalization و isolation and toxic serum. الدوز بتاعته من 40,000 ل 100,000 international unit and IM أو IV. ممكن أضاعف الجرعة دي؟ في severe cases. طب مين اللي هتديله؟ السؤال ده كان بيتسأل زمان، مين اللي هتديله 40,000 ومين اللي هتديله 80,000 ومين اللي هتديله 100,000 ومين اللي هتضاعف الجرعة؟ According to the extension of the pseudomembrane. لأن the extension of the pseudomembrane بيindicate severity. تمام؟ تدي الأنتي توكسيك سيرم وانس أنت شكيت في التشخيص. قبل ما نتيجة السواب والكالشر تطلع. يبقى given once the diagnosis is suspected. ما تستناش لما الإكس توكسين يروح للهارت والنيرفز. طيب قبل ما تدي الإكس توكسين اللي هو الأنتي توكسين آسف قبل ما تدي الأنتي توكسيك سيرم مش ممكن يكون عنده حساسية ليه؟ يبقى لازم تعمل بري تيست الحساسية. هايبر سيفتي ريأكشن. تمام؟ تدي جرعة صغيرة قوي 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 5% ملي انتراديرمال. وتعلم دايرة قطرها 2 سنتي. وتشوف لو حصل إريديمي تصويل أكتر من اللي هو سكين بريك تيست أكتر من 2 سنتيمتر في أقل من 20 دقيقة يبقى ده لو احمرت وورمت في أقل من 20 دقيقة يبقى ده عنده هايبر سيفتي ريأكشن. طب لو عنده هايبر سيفتي ريأكشن ما تعالجوش للأنتوكسيك سيرم؟ لا، هو الأنتوكسيك سيرم ده معمول من إيه؟ مش شيب سيرم. يعني أنت جبت شيب اللي هو خروف اديته التوكسويد وبعد كده خدت الأنتوكسيك سيرم بتاعه. تمام؟ لو عنده حساسيه للشيب سيرم لا اديله هورس سيرم، هات الحصان وخد السيرم بتاعه اللي انت عملت له انفكشن. تمام؟ طيب وممكن اعمل له كمان هايبوسنسيتايزيشن اللي هو جراديوال انكريزنج دوزز. تمام؟ طيب ممكن اديله كورتيزون وانتي هيستامين ستيرويد وانتي هيستامين كانت الرجيك، كل دي ميجر انت الرجيك. نمرة 3 هدي انتي بايوتيك علشان اموت الاورجانيزم، قلت لك بنسلين او اريثرومايسين. بعد كده لو عاش عالج الكومبليكيشنز، ما تعديلي الكومبليكيشنز. يعني لو في سترايدور لارنجيال اوبستراكشن تراكيوستومي. لو في بلاتا الفارنجيال اوسوفيجيال باراليسيس ما عادش عارف يبلع والاكل بيرجع من مناخيره، احط له نيزو جاستريك تيوب رايل يعني من النوز لغايه الاستومك واضرب له فيها عصاير وحاجات مضروبه في الخلاط. طب لو حصل باراليس الانتركوستال والدايفرام ريسبيرتوري فيلير احطه على جهاز تنفس صناعي ارتفيشال فنتيليشن. تمام؟ الوقايه خير من العلاج. الدفتيريا بروفيلاكسس ممكن اكتف اميونايزيشن اللي هو الدي بي تي اللي كلنا خدناه، الدفتيريا برتصص التيتانوس. تمام؟ كلنا بناخده اجباري كومبالسوري عند سن شهرين 4 شهور 6 شهور والبوستر دوز عند 18 شهر. تمام؟ اللي هو التطعيم الثلاثي، التطعيم الثلاثي اللي هو الدي بي تي. طيب في باسيف اميونايزيشن، يعني لو دكتور ان كونتاكت مع العيان والممرضه والعامل بتاع المستشفى اللي هو الهيلث كير بروفايدرز اللي بيقدموا الخدمه الصحيه ممكن اديهم سمول دوزز من الانتي توكسيك سيرم طبعا في الكونتاكت بتاع العيان علشان لو اتعدى يبقى في حاجه سريعه على طول تهاجم الاكس توكسين. تمام؟ يبقى في اكتيف اميونايزيشن اللي بناخده اجباري كلنا، في باسيف اميونايزيشن كمان للكونتاكتس. ده كان موضوع الدفتيريا او الخناق اللي بخنق بالسودومبرين. الفينسنت انجينا او طبق الكشري اسمه الثاني ترينش ماوس. ترينش يعني خندق. تخيل ان واحد عسكري محبوس في الخندق بتاعه خايف يطلع على الاعداء يشوفوه فعمال ياكل ويشرب ويعمل بيبي في نفس الخندق، فطبعا الخندق ده هيبقى بهدله زباله وبالتالي بيسموه ترينش ماوس. يجي المريض ما بيهتمش بنظافه سنانه، بقه زي الخندق مليان زباله. الصوره اللي قدامك دي ترينش ماوس. تمام؟ هو كوزد باي سبايروكيتس بوريليا فينسنتاي فيزوفورم باسيلاي، اثنين اورجانيزم بيشتغلوا مع بعض. تمام؟ سببه دنتال انفكشن باد اورال هايجين، عيان مش مهتم بسنانه. ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاعه؟ هو اكيوت ايتس، السيمبتومز فيفر وهيديك وماليزو انوريكسيا ده جنرال، ولوكال ديسفيجيا وسور ثروت عادي نون سبيسيفيك كلينيكال بيكتشر. والساينس نفس الكلام جنرال هاي تمبريتشر رابيد بالس ولوكال، هبص الاقي حاجه ومن بره الليمف نود هبص الاقي حاجه، تلاقي يونيلاترال السر فارنجيال السريشن يونيلاترال، والالسر دي ديب وريجولار
ملهاش دعوه بالتونسل، هي هنا باينه على التونسل بس ممكن مش على التونسل، ممكن في الفلور اوف ذا ماوث، تمام، والجم ملتهبه وهكذا، لان ده دينتال انفكشن اصلا. وبالتالي يونيلاترال ريجولار ديب السر، يونيلاترال ريجولار ديب السر. السيرفايكال لمف نود هنلاقي انلارجد فيرمنت تندر مينلي سبمانديبولار على فكره، لان الانفكشن بدا اورال دينتال، وبالتالي مينلي سبمانديبولار لمف نود. الانفستيجيشن هاخد ثروت سواب فور دايركت سمير اند كالتشر، طبق الكشري بتاع السنه اللي فاتت في المايكروبيولوجي. التريتمنت عادي جدا زي اي اكيوت ايتس، يبقى جنرال كومبليت بدريست بلينت وفورم فلويد، سيستميك انتبيوتيك، انجزيك انتبيوتيك للحراره والالم، ولوكال انتيسيبتيك موفوش، ولا تنسى ينظف سنانه بعد كده علشان ما ترجعلوش تاني. مانجمنت اوف دنتال بروبلم ويهتم بالاورال هايجين. ده الفينسنت انجينا او ترينش ماوث او طبق الكشري. مونيليزس، مونيليزس اسمها الثاني اورال ثراش، اسمها الثالث كانديديزس لانها كوزد بالكانديدا البيكانز، والبيكان يعني ابيض اهو لسانه ابيض، لكن تيجي على اللسان مينلي تيجي على البكه الميكوزا ده ممكن تنزل على الفارنكس واللارنكس والاسوفجس والاستومك طبعا، ممكن ايرو دايجستيف مونيليزس معايا. يبقى اذا الكوست اوف اورجانيزم فانجل، فانجل انفكشن، كانديدا البيكانز. البري ديسبوزنج فاكتور، انت عندك فكره ان الفانجس عايش في بقك كبكتيريا الفلورا عايش معاك؟ استنى لما انت خدت انتي بايوتيك، خدت انتي بايوتيك لفتره تمام، الانتي بايوتيك موت البكتيريا اللي في بقك، البكتيريا الفلورا. ربنا خلق البكتيريا الفلورا والفانجس اللي في بقك عايشين ان بالانس، فلما لما البكتيريا ماتت بالانتي بايوتيك الفانجس حصل له فليرنج اب، دي اسمها سوبر انفكشن، سوبر انفكشن. الام الشاطره تلاقي بعد ما ادت لابنها مضاد حيوي علشان كان ودنه ملتهبه ولا زوره ملتهب ولا عنده اي التهاب، اديته مضاد حيوي وتلاقي لسانه بيض، فتقول لك جاله فطريات نتيجه لان خد مضاد حيوي، سوبر انفكشن معايا. طيب الاميونيتي الواطيه، الفنجاي ميكروب ضعيف لا يغزو الا جسد ضعيف، ده قانون معروف. واحد عنده دايابيتس، واحد عنده الايدز، واحد عنده كرونيك ديبليتيتنج ديزيز زي تي بي واخواته معايا، يبقى البرولونجد انتيبيوتيك ثيرابي او كرونيك ديبليتيتنج ديزيز ومقلل الاميونيتي او دايابيتس او ايدز او وات ايفر. تمام، الكلينيكال بيكشر ما عندوش حراره، الفنجس ما بيكونش باص، ما فيش بيروجين، لكن في ديسفيجيا وسودو ممبرين اللي هو الابيض اللي انت شايفه قدامك ده، ديسفيجيا اند سور ثروت علشان السودو ممبرين الابيض. الساينس بقى لما تيجي تكشف عليه ما عندوش حراره، قلت لك ميلك وايتش سودو ممبرين زي اللبن الابيض، لبن ابيض. تيك كير، لما تتخصص دكتور اطفال او اي تخصص والام تيجي تقول لك انا ابني لسانه ابيض انا خايفه يكون عنده فلتر، خلي بالك هم عارفين، او انت تيجي تكشف على الطفل تقول لها ايه ده يا ماما ده ابنك لسانه ابيض ده عنده فطريات، تقول لك لا ده انا لسه مرضعاه بره انا عارفه الفطر، خلي بالك من الحته دي لانه زي اللبن الابيض كانه لسه راضع، فخلي بالك لو انت عايز تقول لها فطر قول لها الاول هو لسه راضع اصل لسانه ابيض، طب شربيه ميه، لو اختفى بالميه يبقى ده لبن لسه راضع، اما لو ما اختفاش يبقى ده مونيليا الانفكشن كانديدا البيكانز اورال ثراش، يبقى ميلك وايت سودو ممبرين. تمام، ده طبعا مش هيروح بالميه لما يشرب ميه، اللبن ممكن يروح لو الولد لسه راضع، لو الطفل لسه راضع. التريتمنت بتاعه لو كان بياخد انتيبيوتيك بقاله فتره لازم ستوب الانتيبيوتيك ثيرابي، تمام، علشان ما يزيدش الفانجل انفكشن، وبعدين اديله الانتي فانجل زي النستاتين، انتي فانجل زي النستاتين اللي هي في السوق الدكتورين اورال جيل. نيجي للبلاد ديزيزز بقى اللي هم الثلاثه اللي قلناهم، الانفكشوس مونيوكلوزيس واللوكيميا والاجرانيولوسايتوزيس. الانفكشوس مونيوكلوزيس اسمها مونو لانها بتكتر المونوسايتس، اسمها الثاني جلانديولار فيفر لانها بتكتر الليمف جلاند، الليمف جلاند اهي طبعا والليفر والسبلين. اسمها الثالث كيسنج ديزيز لانها بتتنقل بالسلايفا، بتتنقل بالسلايفا فسموها كيسنج ديزيز، يبقى لها كذا اسمها. اسمها الرابع ابشتان بار فيروس انفكشن، تمام اهو ابشتان بار فيروس انفكشن هو ده الفيروس اللي بيسبب الانفكشوس مونونيوكلوزيس ويكتر الخلايا الاحاديه اللي هي المونوسايتس. ايه الكلينيكال بيكشر بتاعته؟ تتلخص الكلينيكال بيكشر بتاعته من ثلاثه مانيفستيشنز، فيبرايل مانيفستيشن، فيبرايل يعني حراره، تمام، ما هي اسمها جلاندولر كبرت الليمف جلاند وفيفر يبقى فيبرايل. انجينوز مانيفستيشن لانها بتخنق
انجينا ذبحه بتخنق في انجينوز مانيفيستيشن لانها بتعمل فارنجايتس وزودو ممبرين، امال انا بدرسها في الحته دي ليه؟ وبعدين جلاندولار مانيفيستيشن لانها بتكبر الليمف جلاند والليفر والسبلين اللي هي ريتيكولو اندوثيليال سيستم. ريتيكولو اندوثيليال سيستم على فكره الانفكشوس مونوكلوز كومن جدا جدا جدا، تمام؟ اول ما تعمل صوره دم الواحد وتلاقي المونوسايتس عاليه عاليه قوي، تمام، يبقى ده انفكشوس مونوكلوزس. اولا فيبرايل مانيفيستيشن، فيبرايل يعني حراره، فيفر وهيديك وماليز وانوركسيا. انجينوز مانيفيستيشن انجينا تعمل ديسفيجيال سور ثروت. ليه يا عم ديسفيجيال سور ثروت؟ لانها بتعمل اوروفارنجيال السريشن مع سودو ممبرين فورميشن. ايه الكاركتر بتاع الالسر والسودو ممبرين في الانفكشوس مونوكلوزس؟ الحاجات اللي معاها ان السودو ممبرين والالسر اللي في البق او في الاوروفارنكس بيبقى معاها ليفر وسبلين كبار، بيبقى معاها ليمف نودز وهكذا. جلاندولار مانيفيستيشن جنراليزد ليمفادينوباثي اند هيباتوسبلينوميجالي. طبعا لان الفيروس ده بياتاك ريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هو مين؟ الليمف نودز، الليمفويد تيشو، والليفر والسبلين، ريتيكولو اندوثيليال سيستم. ان اديشن للثلاثه مانيفيستيشن دول فيبرايل وانجينوز وجلاندولار بلاتا البيتيكي في نسبه كبيره جدا من الحالات. انا عملت بحث عن الانفكشوس مونوكلوز في الاطفال، على فكره نسبه الانفكشوس مونوكلوز عاليه جدا 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 في اطفال المدارس، تمام؟ فاكتشفت حاجه ان اللي بيجي لهم ليمف نود ليمفادينوباس سيرفيكال ليمفادينوباس بالسترو ترانجل بشرط ما يكونش عنده سكالب انفكشن لازم تشك ان عنده انفكشوس مونوكلوز وتعمل له الانفستيجيشن بتاعه الانفكشوس مونوكلوزس، تمام؟ يعني ايه بلاتا البتيكي بقى؟ ان اديشن للبيكشر دي بلاتا البتيكي. البلاتا البتيكي دي افتح بقك يا عيان تلاقي صب ميوكوزا الهيموريدج لان البليتلتس قلت فحصل شويه بليدنج تحت الميوكوزا بتاع البلد، فتلاقي في حاجه نقط حمراء تحت البلد. دي كاركتر لنسبه معينه من حالات الاشتان بار فيروس انفكشن. كذلك العيان هيجي لك بفرنجايتس والسر فانت تفتكرها فرنجايتس عاديه مش انفكشوس مونوكلوزس، تروح مديله امبسيلين على اساس ان هي بكتيريال مش تايم بار فيروس. اول ما تديله امبسيلين من هنا تلاقي جسمه كله نطر راش، سكين راش لو تعالج بامبسيلين، وممكن كمان اموكسيلين لعلمك، تمام؟ لان في انتيجين انتي بودي رياكشن بتوين الامبسيلين والفيروس هايبر سيفت رياكشن معاه، وبالتالي كانوا زمان بيشخصوا الابشتاين بار فيروس انفكشن بالتست ده، يدي العين امبسيلين لو حصل راش يبقى ده انفكشوس مونوكلوز، ما حصلش يبقى مش انفكشوس مونوكلوز، بس ده اجرام هايبر سيفت رياكشن ممكن يعمل اديما معايا. وبالتالي خلي بالك من حاجه، لو شكيت في انفكشوس مونوكلوز ما تديش امبسيلين، لان لو اديته امبسيلين لازم تلحقه كورتيزون، تمام؟ اللي بيشتان بار فيروس انفكشن او الانفكشوس مونوكلوز بيعمل حاجه كاركترستيك جدا في الجسم اللي هو كرونيك فاتيج سندروم، همدان، همدان في كل الجسم، تمام؟ مايالجيا، تقيل وعدم تركيز. كتير جدا يا جماعه الانفكشوس مونوكلوز منتشر جدا جدا جدا. نيجي للانفستيجيشنز بتاع الانفكشوس مونوكلوزس، هتعمل له ايه؟ انت دلوقتي قلت لي في السر مع سودو ممبرين لوكال، في ليمفادينوباثي، في هيباتوسبلينوميجالي معايا، لو خد امبسيلين يحصل راش، انا مش هديله امبسيلين. ما لقيتش بلاتا البتيكي لانها موجوده اصلا من 10 ل 20% من الحالات بس. هعمله صوره دم كامله، انت مش بتقول لي مونونيوكليوزس يعني المونوسايتس عاليه؟ المونوسايتس دي اللي هي اتيبيكال ليمفوسايتس. ده جزء من الليمفوسايتس. هلاقي المونوسايتس عاليه اكتر من 10% معايا؟ سيرولوجيكال تيست ده مهم بقى. بول بانل تيست خدناه السنه اللي فاتت في المايكروبيولوجي. بول بانل تيست او المونوسبوت تيست. ايه البول بانل تيست او المونوسبوت تيست؟ ده هيموجلوتينيشن تيست. بجيب السيرم بتاع العيان عشيب ار بي سيز يحصل هيموجلوتينيشن، ده اللي هو البول بانل تيست. لو جبت السيرم بتاع العيان على الهورس ار بي سيز يبقى ده المونوسبوت تيست، يحصل هيموجلوتينيشن، تمام؟ التيست ده السيستيفيتي بتاعته 85% تقريبا، يعني ممكن يشخص 85% من الحالات، يعني في 15% ممكن تبقى ميست. طب انا عايز حاجه 100% الفيرال كابسيد انتيجين، اشوف الانتي بوديز اللي اجينست الفيرال فيرال كابسيد انتيجين، الاي جي جي والاي جي ام، والاي جي ام اجينست الفيرال كابسيد انتيجين. واحد بيديتكت ريسنت انفكشن والتاني بيديتكت اولد انفكشن، مش عليك الديتيلز دي، المهم تعرف ان انا بشوف
الايمونوجلوبولين بتاع العيان الاي جي جي والاي جي ام اللي هو الانتي بوديز اللي اجينست الفيرال كابسيد انتيجين بتاع الابشتان بار فيروس. التريتمنت بتاعه ايه؟ خلي بالك مالوش انتي فايرال تريتمنت، يعني الانفكشوس مونوكلوزس مش علشان ابشتان بار فيروس اديله انتي فايرال، ما بيموتش بالانتي فايرال. التريتمنت بتاعه كومبليت بيدريست وبلينتون فورم فلويدز، تخيل ان يرقد في السرير وياخد بنادول، هو ده التريتمنت بتاعه انالجيزك انتي بايريتيك للحراره والالم، هو ده العلاج بتاعه، ويشرب ميه كتير قوي دايلوشن معايا وما يعملش مجهود. افويد انك تديله امبسلين علشان هايبر سيرتري اكشن، لكن ممكن اديله انتي بايوتيك اخر لان عنده السر معايا علشان ما يحصلش سكندري بكتيريال انفكشن. ادي كورتيزون امتى؟ ستيرويد امتى؟ لو في اير واي اوبستراكشن، بص الصوره دي، لو في ليمفويد هايبربليزيا في الليمفويد تيشو، ما هي جزء من الليمفويد سيستم وهو بيأتاك ريتيكولو اندوثيليال سيستم وبيكبر الليفر والسبلين، فالمانع ان يكبر التونسل، في الحاله دي التونسل كبرت وعملت ابر اير واي اوبستراكشن، اديله ستيرويد كانتي انفلاماتوري وانتي ايديمتاسي كشيشه شويه، ده لو في اير واي اوبستراكشن تمام. وادي له انتيسيبتيك ماوث ووش علشان برضه ما يحصلش سكندري بكتيريال انفكشن للالسر. دي قصه اللي بيشتغل بار فيروس او كيسنج ديزيز تمام، اللي هو بيتنقل بالسلايفا. ليه فيبرايل مانيفستيشن، انجينوز مانيفستيشن، جلاندولار مانيفستيشن، لو عالجته بالامبسيلين يعمل سكين راش، ممكن في بلاتال بتيكي في نسبه من العيانين، عنده ليمفادينوباثي لا تنسى وهباتوس بلينوماجل، عنده المونوسايتس عاليه، البول بانل تيست هو اللي بيشخصه او المونوسبوت. اللي مور سبيسيفيك عنه الانتي بوديز اللي عند العيان اللي اجينست الفيرال كابسيد انتيجين. العلاج ريح في السرير واشرب سوائل دافيه كتير، خد انتي بايوتيك للالسر علشان ما يحصلش سكندري انفكشن، وانتي سيبتيك ما وثوش بالمره، واديله باراسيتامول. نيجي للوكيميا، تاني مرض في الدم. خلصنا الانفكشوس مونوكلوزس. الليوكيميا يعني ايه ليوكيميا؟ سرطان الدم. الليوكوسايت زادت قوي، زادت زياده عن اللزوم بس مش شغاله تمام، يعني هي زادت بس مش شغاله. لما اجي اشرح الليوكيميا الحقيقه بتخيل معاكم تخيل، ولكن هو مش تخيل ساينتفك 100%، بس علشان تحفظ اعتبر ده البون مارو. ده البون مارو اللي بيكون ايه؟ البون مارو بيكون 3 كونستيتوانت تمام. الجزء اللي في الجزء اللي تحت ده بيكون الار بي سيز، والجزء ده بيكون الليوكوسايتس دبليو بي سيز، والجزء اللي فوق ده بيكون البليتليتس. مثلا ده تخيل مش ساينتفك. مين اللي اتكنسر؟ مين اللي حصل له سرطان؟ مين اللي اتسرطن؟ هو ليس سرطان دم، هو سرطان البون مارو والنخاع الشوكي، ولكن الخلايا السرطانيه افرزت من البون مارو وراحت للدم فسموه سرطان الدم. مين اللي اتسرطن بقى في الموضوع؟ الجزء بتاع الليوكوسايتس الليوكوسيتك بريكيرزر في البون مارو، الجزء اللي بيكون الليوكوسايتس كبر اتسرطن، فكل حق الار بي سيز ادى الى انيميا، كل حق البليتلتس ادى الى ثرومبوسايتوبينيا، والليوكوسايت زادت، يعني ده زاد الجزء ده فافرز ليوكوسايتس كتير، الجزء ده اتاكل حقه الار بي سيز قلت انيميا، الجزء ده اتاكل حقه البليتلتس قلت. هي دي قصه الليوكيميا مع ده بريفلي شورتلي نيوبلاستيك بروليفريشن اوف ذا ليوكوسيتك بريكيرزر ان ذا بون مارو تمام. بس قاعد يفرز خلايا كتير ايرلي، يفرز 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 ليوكوسايتس، طلعت ايرلي اماتيور مش شغاله في الاميون سيستم. ما تفتكرش يعني العساكر كترت في الدم، ما هي ليوكوسايتس دي كرات دم البيضاء انا بسميها العساكر، ما تفتكرش علشان العساكر زادت ان مقاومتها هتزيد، لا ده مش شغاله، ده طلعت ايرلي، ده شويه عيال صغيره تمام. يبقى بالرغم من ان في ليوكوسايتس الا انها بلاست سيل ليوكوبلاست تمام. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الليوكيميا؟ واحد، الخلايا السرطانيه الليوكوسايتس زادت في دمه قوي، الار بي سيز قلت بقى انيميك، والبليتلتس قلت بقى عنده ثرومبوسايتوبينيا وبينزف من كذا منطقه. اولا ريكرنت انفكشن، ليه؟ هو اللي انا باخدها ليه في الفارنكس؟ لان الفارنكس او الاورال كافيتي والفارنكس مليان اورجانيزمز، ف اول ما الاميونيتي بتاعتك وقعت في الليوكيميا حصل اوروفارنجيال ألسريشن مع سودوميمبرين فورميشن تمام، يبقى ريكارنت انفكشن في البق وفي الصدر وفي الجلد وفي كذا حته. عنده بليدنج تندنسي علشان ثرومبوسايتوبينيا، عنده بالر علشان الانيميا، جنرالايزد ليمفادينوباثي زائد او نايس هيباتوس بلينوماجالي. تاني مره اقولها، قلتها في الانفكشنز مونوكلوس وبقولها دلوقتي ليه؟ الليوكوسايتس بتانفلتريت بتترسب في ريتيكول اندوثيليال سيستم اللي هي ليمف نود وليفر وسبلين، فيكبروا
يبقى الليمف نودز تكبر والليفر والسبلين يكبروا لان الليكوسايتس اترسبت فيهم. لوكال بقى ديسفيجيا اند سور ثروت، امال انا بدرسها ليه؟ والديسفيجيا والسور ثروت جم من ايه؟ اوروفارنجيال ارسريشن اند سيوم ممبرين فورميشن. بص دي النورمال بيكشر بتاع الدم، الحمراء دي الار بي سيز والزرقاء دي الليكوسايتس، تمام؟ بص الاحمر دي الليوكيميا بقى، الاحمر قل والازرق زاد، الليوكوسايت زادت، هي دي الليوكيميا. نيجي للاجرانيولوسايتوزس، يعني مفيش، يعني مفيش. اجرانيولوسايتس، وما هي جرانيولوسايتس؟ نيتروفيلز، النيتروفيلز قلت، مفيش. هو النورمال ليوكوسيتك كاونت بتاع دمك من تقريبا رينج كام؟ من 4000 ل 11000، من 4000 ل 11000. هنا قلت عن ال 1000، خلي بالك في الليوكيميا زادت قوي. في الانفكشن بيحصل ليوكوسايتوس عادي 15000 بتاع، لا الليوكيميا زادت زادت. الاجرانيولوسايتوس بقى اقل من 1000، يبقى حصل بون مارو ديبريشن اللي هو بيكون الليوكوسايتس. واحد اتعرض للراديشن حصل بون مارو ديبريشن، واحد اتعرض لدواء خد دواء معين حصل بون مارو ديبريشن، واحد اتعرض لماده كيماويه بون مارو ديبريشن لوحديه اوتو اميون ديزيز معايا، يبقى حصل بون مارو ديبريشن ادى الى ان الليوكوسايتس ما عادتش بتتكون عكس الليوكيميا، تمام؟ وبالتالي ادى ليوكوبينيا، ادى الى ليوكوبينيا معايا. سببها ايه؟ اتني بي ايديوباثيك بدون سبب، ممكن نتيجه الانتيبيوتيك، ما تنساش الكلورامفينيكول حتى النوفالجين يا اخي، تخيل بيعمل بون مارو ديبريشن، كلورامفينيكول بيعمل بون مارو ديبريشن بالرغم من انه انتيبيوتيك افكتيف جدا، سايتوتوكسيك دراجز، ماده كيماويه، الراديشن وهكذا، عملت بون مارو ديبريشن فالليوكوسيتك فورميشن قل فادى الى ليوكوبينيا. برضه ما عادش في عساكر، يعني المره اللي فاتت في الليوكيميا في عساكر كتير بس اماتيور مش شغاله، هنا بقى ما فيش عساكر، العساكر قلت قوي، فبرضه في ريكارنت انفكشنز. طيب طب ما هو طالما الاميونيتي قلت وفي اورجانيزمز في بقك والفارينكس هتغزو جسمك بعد ما الاميونيتي بتاعتك قلت اوبورتونستك انفكشن تعمل اوفرنجال انسريشن سوبرين فورميشن، وبالتالي ديسفيجيال سور ثروت مع اوفرنجال السر وسوبرين فورميشن سراوندد بليتل انفلاماتوري اكشن. يعني ايه؟ يعني لو بصيت على الالسر الاقي الالسر كده النوع العادي بتاع الالسر، ان لما يبقى في السر في اي حته في الجسم تلاقي حواليها حمار وزنهره. ليه؟ الانفلاماتوري سيلز كاميون سيستم من عندك الليوكوسايتس حوطت الالسر فتلاقي فيه حمار وزنهره. اما في الاجرانيولوسايتوزس الليوكوسايتس اصلا قلت فما تلاقيش الحمار والزنهره ده، تلاقي فيه سراوندد باي بالور، تمام؟ باهت مش حمار وزنهره زي العادي. بص بقى الصوره دي، ده النورمال، ده الاحمر الار بي سيز والابيض الليوكوسايتس، تمام؟ ده الديزيزد الاجرانيولوسايتوزس، الابيض قل قوي الليوكوسايتس قلت والار بي سيز زي ما هي، ده الاجرانيولوسايتوزس. بون مارو ديبريشن ادى الى ليوكوبينيا، فالليوكوبينيا اللي هي العساكر قلت ادى الى اورو فارنجيال السر سراوندد بليتل انفلاماتوري اكشن. الاكيوت نون سبيسيفيك فارنجيتس، احتقان الزور، محدش فينا ما جالوش احتقان في زوره، هو ده احتقان الزور العادي. الصورة دي تبص على الزور تلاقيه محمر كونجستد وإيديميتس، ده الانتروبيلر بالمناسبة، ده البستروبيلر، ده الانتروبيلر، ده البستروبيلر، التونسل مش باينة، يمكن عمل تونسلكتومي يا إما التونسل أتروفيك. فالحمار ده هو الفارنجيتس. بص بقى مفيش حد فينا بقول لك ما جالوش فارنجيتس، فالكوست اوف اورجانيزم ممكن فايرال وممكن بكتيريال، وممكن يبتدي فايرال ذين سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن. الكلينيكال بيكشر، افتكر نفسك وانت عندك احتقان زور، محدش ما جالوش، افتكر نفسك وانت عندك اكيوت تونسلايتس، اي التهاب اللي هو ايه؟ السيمبتومز جنرال فيفر وهيديكو ماليزو انوركسيا ولوكال ديسفيجيا اند سور ثروت، والساينس جنرال هاي تمبريتشر ريبيد بالس، تمام؟ ده ساينس، ولوكال كونجستد وإيديميتس فارنجيال ميكوز اللي هي الصوره دي. التريتمنت زي الاكيوت تونسلايتس اللي هو 3 زائد 1 كومبليت بدريست بلينت وفورم فلويد سيستميك انتيبيوتكس، دول الثلاثه جنرال، واللوكال انتيسيبتيك ماوث جرجل غرغره بالفم، يعني عادي قول شكلك كنت عندك فارنجايتس. الكرونيك نون سبيسيفيك فارنجايتس، كرونيك يعني بقاله في اكتر من 3 شهور، تمام؟ وبالذات عمال يجي ريكارنت ريبيتد. نون سبيسيفيك يعني اي اورجانيزم يعمله، مش سبيسيفيك.
عمال يدخل ليل ونهار، جاله كرونيك ساينوسايتس، جاله كرونيك فارنجايتس، جاله كرونيك لارنجايتس، جاله حاجه في سقه وهكذا. يبقى بريزيستنس اوف ذا بريديسبوزنج فاكتور زي السموكينج، الدخان، البوليوشن. واحد عنده ارتجاع فم مريء، جير جاسترو شار فلاكس، الجاستريك جوس كل شويه تطلع تلهب الزور وتنزل، كل شويه تطلع تلهب الزور وتنزل. الجيرد واحد من الكومن كوزز بتاع الكرونيك فارنجايتس حاليا حتى لو مش مدخن. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الكرونيك فارنجايتس؟ تلاقي العيان تملي عمال يعمل كده. اولا ده كرونيك، ما ينفعش تقول لي فيفر وهيدك وماليز، ده كرونيك. تلاقي العيان تملي عمال يعمل كده. كرونيك فارنجايتس او لارنجايتس نفس الكلام، همهمه باستمرار، فريكوينت ترايل تو كلير ذا ثرو، مخاط ناشف يا دكتور، حاجه ناشفه ولاصقه عايز انضفها. كده ريكارنت اتاكس اوف فريكوينت هيمنج مع سنس اوف دراينس، سنس اوف دراينس. نيجي للساينس، لما تيجي تبص عليه المنظر ده اللي هو تلاقي الميوكوزا بتاع الفارينكس ايديميتس، تمام اهي وممكن تلاقيها يا اما هايبرتروفيك يا اتروفيك، هي نوعين. هنا هايبرتروفيك بالمناسبه، مورمه كده مقببه، تمام. التريتمنت بتاعه ايه؟ عالج البريديسبوزنج فاكتور، بطل دخان، ما يتعرضش للبليوشن، عالج الجاستروجيا ريفلكس، يبقى تريتمنت اوف ذا بريديسبوزنج فاكتور، وادي له انتي بايوتيك وانتي سيبتيك ماوث جرجل. نيجي بقى للكرونيك سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني كوزد باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره، يعني هو الاورجانيزم ده اللي بيعمله. كرونيك سبيسيفيك فارينجايتس، جرانيولوما سبيسيفيك، جرانيولوما كرونيك سبيسيفيك اللي هي جرانيولوما، تمام. يعني الاكيوت سبيسيفيك دي كانت الدفتيريا، فينسنت انجينا، الحاجات اللي كوزد باي سبيسيفيك اورجانيزم. اما هنا كرونيك سبيسيفيك اسمها جرانيولوما، وطالما قلنا جرانيولوما لازم نمره واحد سكليروما. هنا اسمها راينو، هنا هتيجي برايمري، امتدت للفارينكس فارينجوسكليروما، امتدت لللارينكس لارينجوسكليروما، تمام. وبالتالي الفارينجوسكليروما يوجوالي سكندري للراينو، ما تجيش برايمري فارينكس، تمام. التي بي كوزد بي اولا الراينوسكليروما كوزد بكليبسيلا راينوسكليروماتس، التي بي بقى كوزد بالتي بي باسيلاي، تمام، المايكوبكتيريوم تبركلوزس. التي بي بتاع الفارينكس يوجوالي سكندري للبولمونري، التي بي بتاع الفارينكس واللارينكس سكندري للبولمونري، لان اصلا التي بي بيجي برايمري بولمونري، وبالتالي الاكسبكتوريشن اللي طالع من اللنج هو اللي بيلهب لي، هو اللي بيعدي لي الفارينكس واللارينكس، وهناخده بديتيلز اكتر في اللارينكس. يبقى بولمونري سكندري بولمونري تي بي، ويعمل انسر وذ اندرمايند ايدج كده، الايدج يبقى كده، يعني الانسر واسع على تحت معايا كده كده، ده السيرفس فوق، وعلشان كده الحته دي بتبقى بيل سراوندد باي بالور. ليه؟ لان الحته دي بيحصل لها فايبروزس، تمام. يبقى اندرمايند ايدجد انسر. السيفلس يجي برايمري في الاورال كافيتي والاوروفارينكس، طبعا سيكشوال ترانسميتد ديزيز، برايمري تشانكر، تقعد اسبوعين وبعد كده تعمل سكندري ميوكاس باتشز وسنيل تراك انسر، سيربيجنس انسر، وبعدين تيرشري تعمل جاما، الجاما بتالسريت، الجاما بتافكت الهارد بلت والبسترو بارت اوف بوني سيبتم، تعمل بيرفوريشن في البوني سيبتم، الحاجه الوحيده اللي كانت تعمل بيرفوريشن ورا في السيبتم، وبرفوريشن في الهارد بلت اللي تحت الفومر بتاع السيبتوم، تروح عامله برفوريشن في البلت. يبقى دي جاما سيفلس، تمام. يبقى دي سيفلس تعمل برفوريشن في الهارد. الايدز اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم، اولا الاكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم ده بيقلل اميونيتي، بتبقى في الارض، تمام، وبالتالي في ريكارنت انفكشنز في كل حته في جسمك تقريبا. انا بسميه ديزيز اوف ذا اتيبيكال كلينيكال بيكشر، يعني ممكن يجي العيان ببكشر معينه، يجي للتاني ببكشر مختلفه، يجي للتالت بحاجه مختلفه تماما وهكذا. لما تلاقي في حاجات مش ماشيه مع بعضها عند العيان تشك في الايدز. طيب يعمل ايه؟ ايرو دايجستيف مونيليزس، مونيليا اهي لان الاميونيتي بتاعته وقعت، فبورتونيستك انفكشن. كابوسي ساركوما اللي هي مالجنت تيومر اوف ذا بلاد فيسل، اللي هي في نوع ايبيديميك ونوع انديميك. الانديميك ده اللي هو انديميك ان سيرتن ارياز في العالم، الايبيديميك اللي هو بيجي مع الايدز، تمام. مالجنت تيومر اوف ذا بلاد فيسل، مالجنت فازوفورماتيف تيومرز. هيري ليكوبليكيا يعمل بطش زي الشعر على التانج والبكه الميوكوزا وهكذا، يعمل سيرفايكال انفادينوباثي، لا
ده بقى مش جنراليزد لمفيدينوباثي، بس انا علشان بتاع اي ان تي بقول سيرفايكال لمفيدينوباثي، لكن هو بقى مش جنراليزد لمفيدينوباثي من الريكرنت انفكشنز اللي في كل حته في الجسم، وبالتالي الليمف نود تكبر. مالتيبل باروتيد سيست، الانفكشن اللي في البق يطلع عن طريق الباروتيد داكت يعمل فيها مالتيبل سيست، ريكرنت اكستنسيف انفكشن في كذا حته في جسمه، وممكن يموت من انفكشنز، تمام؟ وغالبا بيموت من الانفكشنز. ده الايدز. بلامارفينسون سندروم او باترسون براون كيلي ديزيز، ليه اسمين؟ بلامارفينسون ده اسم مشهور جدا عندنا في مصر، باترسون براون كيلي ديزيز ده اسم تاني. اسمه الثالث كرونيك فارينجو اوسوفيجايتس، فارينجو اوسوفيجايتس اللي هو الجزء ده، جزء الهايبوفارينكس بالسيرفايكال اوسوفاجس، الحته دي انفليمد، الهايبوفارينكس بالسيرفايكال اوسوفاجس الجزء ده هو اللي انفليمد، كرونيك فارينجو اوسوفاجايتس. سببه ايه؟ انون، بس ممكن يبقى اير ديفيشنس انيميا. انا لما اجي احفظه لكم بقول ايه؟ هو اكتر في الستات، في ميل اهي، الست دي جوزها ما كانش بياكلها، جالها انيميا تمام، وجالها كرونيك فارينجو اوسوفاجايتس علشان جوزها ما بياكلهاش. معايا؟ يبقى اذا it may be caused by iron deficiency anemia، لكن الله اعلم الباثولوجي بتاعه ايه بلامارفينسون سندروم. لو انا خدت مقطع في الهايبوفارينكس او الاوسوفاجس ترانسفير سيكشن كده، دي الميوكوزا من جوه اللي هي الحمراء، وبعدين الصفرة دي الصب ميوكوزا، وبعدين الزرقاء دي الماسكولوزا من بره، وبعدين من بره خالص نقول السودة دي الادفانتيشيا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحمراء اللي هي الميوكوزا دي حصل لها اتروفي، الميوكوزا اللي جوه دي حصل لها اتروفي دي، والصب ميوكوزا الصفراء حصل لها فايبروزس. خلي بالك انا واخد ترانسفير سيكشن، حصل لها فايبروزس، انا بص بعمل ازاي فايبروزس، فكل ما تحصل لها فايبروز 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 يحصل كونسنتريك ناروينج، يعني لو خدت لونجيتودينال سيكشن هيبقى شكلها عامل كده في الاسوفاجس والفارينكس، لا كونسنتريك ناروينج هتبقى كده دايره ندور ضاقت، عشان كده كونت ويب انيولار ستريكشر تمام. وعلى العيانه اهي اظن الانيولار ستريكشر اهي معايا، الحته الضيقه دي عند الجنكشن ما بين الهايبوفارينكس والاسوفاجس مينلي، ليه؟ علشان الصب ميوكوزال فايبروزس ضيقت الدنيا، ضاقت عملت ويب فورميشن، ويبنج، ويبنج الويب هي الحته دي، بص دي كده الويب اللي هي بين الصوابع، الجلد اللي بين الصوابع ده اسمه ويب، ده ويب، هو حصل ويبنج بايلاترال داير ندور تمام، مش بايلاترال ده داير ندور، حصل ويبنج تمام من الانيولار ستريكشر من الصب ميوكوزال فايبروزس. السكس قلت لك مور كومن ان فيميلز، البروجنوزس للاسف الشديد بريكانسرس. ياه، يعني يا سيدي ما بتاكلش مراتك، جالها انيميا، جالها كرونيك فارينجو اوسوفجايتس وما بقتش تعرف تاكل، جالها سرطان مينلي بوست كريكويد كارسينوما، اللي هو كارسينوما في الهايبوفارينكس نوعها البوست كريكويد، لكن ممكن برضو تيجي اوسوفجيال كارسينوما، لكن اكتر بوست كريكويد كارسينوما. الكلينيكال بيكشر بتاع بلامارفينسون سندروم انا بلخصه في كلمه داس، واحد دي واحد اتنين تلاته ايه تمام واتنين اس داس. الدي ديسفيجيا، ليه الديسفيجيا؟ ما هو كرونيك فارينجو اوسوفجايتس ويب، يعني دلوقتي داء تمام، يبقى يحصل ديسفيجيا من الكرونيك فارينجو اوسوفجايتس والويبنج. وبعدين التلاته ايه؟ انجولار استوماتيتس، الاستوما دي البق اسمه استوما، اي فتحه اسمها استوما، الانجل مشققه، طلعي لسانك لبره تلاقي جليزد تانج مسلوخ ومشقق، جليزد تانج، يبقى انجولار استوماتيتس وجلوسايتس مسلوخ التانج. زي ما حصل اتروف في الميوكوزا هنا وهنا يحصل اتروف في الميوكوزا بتاعه الاستومك. ايه ده؟ الميوكوزا بتاع الاستومك هي اللي بتكون الاتش سي ال، ما عادش يتكون اكلور هيدريا، وبالتالي جيلها ديسبيبسيا. اكلور هيدريا لو عايز تقولها دي ديسبيبسيا، بس احنا بنقولها اكلور هيدريا علشان اتروف الجاستريك ميوكوزا، ما عادش فيه اتش سي ال تمام. يبقى اذا الدي ديسفيجيا، الاي انجولار استوماتايتس وجلوسايتس، الاي اكلور هيدريا، الاي انيميا مش ار ديفيشنسي انيميا، فتلاقي في بالور، بالور انيميا
ثلاثة A. الاتنين S spawning of nails اللي بيسموها كولونيكيا، الحركة دي هو النيل المفروض يبقى كده كيرفت كده، تحط نقطة مية هنا تتزحلق تقع، ده النيل بتاعك كيرفت. أما لما يبقى فيه كولونيكيا أو spawning of nails هيبقى فلات كده، شوف فلات أهو، تيجي تحط نقطة مية تثبت كولونيكيا أو spawning of nails. وتاني S splenomegaly، ليه؟ علشان في أنيميا فالسبلين يحاول يعوض ويكون ار بي سيز فيحصل هايبر سبلينيزم، تمام؟ فيحصل سبلينوميجالي، يبقى بيعمل ست حاجات داس واحده دي 3 اي تمام و2 اس. ده بلامر بينسون سندروم او باترسون براون كيلي ديزيز. نيجي للانفستيجيشنز بتاعت باترسون براون كيلي ديزيز. والله انت قلت لي في انيميا يبقى اعمله صوره دم كامله، وريني الانيميا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ما هو اير ديفيشنس انيميا، تمام؟ ده في صوره الدم. انت بتقول لي في حته ضيقه هنا اعمل لها اكس راي، طب ما الاسوفجاس ما يبانش في الاكس راي العاديه، لان الاسوفجاس ده سوفت تشو، يبقى بلعه صبغه وشوف الصبغه هترسم لك الاسوفجاس ولا لا، والهايبوفيرنكس هتلاقي فيه ويب، هي دي الصبغه دي اسمها باريم، اكس راي وذ باريم سوالو، يعني وهو بيبلع صبغه الباريم اصوره فتلاقي فيه ويب، الويب اهو تمام كده، يبقى اكس راي وذ باريم سوالو هتبين لي الويب. طب انا عايز اشوف الويب بعيني، دخل منظار اوسوفوجوسكوبي، ما هي كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، دخل اوسوفوجوسكوبي او هايبوفارينجوسكوبي هتلاقي الويب، هتلاقي فايبرس نارون كده والمنظار بتاعك اهو تمام، هيشوف انيولار ستريكشر. التريتمنت وممكن اخد بايوبسي كمان، ليه؟ مش انت قلت لي الكونديشن دي بري كانسرس، يعني ممكن تكون اتقلبت لكانسر وانا ما اعرفش، فلما تعمل له منظار لازم تاخد بايوبسي عشان تشوف هتحولت لكانسر ولا لا. التريتمنت بتاع الحاله دي ايه؟ انت قلت لي سببها اير ديفيشنس انيميا، كوركشن للانيميا، ادي له ايرن سبلمنتيشن تمام. طب الاستريكشر ده مش عارف ياكل منه، ريبيت الدايليتيشن. بص بقى في حته ضيقه اهي، اهي الحته الضيقه دي ادخل فيها حاجه، الاول حاجه صغيره تمام متفازلنه اهي بالمنظار، وبعدين اسيبها 3 4 دقايق وبعدين اشيلها وادخل حاجه اوسع اوسع اوسع، فانا بوسعها بالتدريج تمام. يبقى ده وانا داخل بالمنظار ادخل في دايليتور متفازلن واسيبه دقيقتين ثلاثه، ده اندر جنرال انستيزيا ريبيت دايليتيشن، وبعد كده بعد 3 4 دقايق اشيله وادخل حاجه اوسع اهي اوسع شويه، وبعدين حاجه اوسع بعد 3 4 دقايق اهي اوسع خالص الاستيك دايليتور، بوسعه بالتدريج. هيرجع بعد شهرين ثلاثه الفايبرس نارونج يحصل، ما هو زي الاستيك، اعمل له دايليتيشن تاني، علشان كده اسمها ريبيت دايليتيشن. ده الحل السهل مع فولو اب، ليه؟ لانها بري كانسرس ريجولار فولو اب، لان الكونديشن بري كانسرس، الكلمه دي مهمه جدا. ملخص ما سبق، بلامر فينسون سندروم عيانه جايه لك بيل تمام، عندها ديسفيجيا، عينه في منتصف العمر 30 40 سنه، عندها ديسفيجيا بقالها فتره، بيل عندها ديسبيبسيا عسر هضم، حطيت ايدك على السبلين لقيته انلارجد، اتني بي بلامر فينسون سندروم، يا حبذا لو عملت اكس راي مع باريم سوال ولقيت فيه ويب. نيجي للالسرز او القرح اللي بتيجي في البق، البق والفارنكس، ألسرز اوف ذا ماوث اند فارنكس، او استوماتيتس يعني انفلاميشن في البق تمام، او فارنجيتس مع ألسريشن، سميها زي ما تسميها. يعني ايه الاول كلمه ألسر؟ انا وانا ماشي في الشارع او في حته ضيقه ايد بحاول اتفادى الناس، فايدي حفت في الحيطه من الحته الضيقه فالجلد اتسلخ، هي دي الألسر، ان الجلد اتسلخ وانت بتاكل عضيت على شفتك او خدك من جوه فسنتك سلخت الميكوزا، هي دي الألسر. يعني السيرفس اتاكل حصل له دينيوديشن تمام، يبقى لوس للكونتينيوتي اوف ذا كفر، لوس للكونتينيوتي اوف ذا كفر، لوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا سيرفس ايبيثيليوم اللي هي انتربشن للسيرفس ايبيثيليوم، كانت كده الحته دي اتاكلت بقت كده، هي دي الالسر تمام. يبقى السر لوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا سيرفس ايبيثيليوم. طيب ايه اسباب الالسر؟ ات مي بي تروماتيك، انا قلت حاجات منهم تمام، ات مي بي انفلاماتوري، هو مش في دم وبيفرقع الجلد حصل انتربشن للسكين،
الميبي نيوبلاستيك كانسر. احنا خدناها السنه اللي فاتت، سكوما السيل كارسينوما الالسر بتاعتها ريز ديفيرتد ايج اوريجولار نيكروتيك فلور. الميبي بلاد ديزيزز خدناها في البق. الثلاثه ديزيز بتوع البلاد. الميبي سكين ديزيزز. الله، ايه علاقه السكين ديزيزز بالبق والفارينكس؟ الله، مش جسم الانسان عامل زي تيوب لايك تيوب ليه اوتر كفر سكين وانر لايننج ميكوزا؟ الديزيز اللي بتيجي في السكين معظمها بتيجي في الميكوزا، تخيل، بالذات الاوتوميون ديزيزز. اذا ممكن تبقى تروماتيك، ممكن تبقى انفلاماتوري، ممكن نيوبلاستيك، ممكن بلاد ديزيزز وهنقولهم تاني، وسكين ديزيزز. نيجي للتروماتيك، على فكره دي تجميع للي فات. نيجي للتروماتيك، ميكانيكال تروما، اي تروما في الدنيا، يا ميكانيكال يا كيميكال يا فيزيكال. الميكانيكال لاسيريتنج انجري، واحد بيلعب بالقلم في بقه بالذات لو طفل، يروح معور نفسه او بيلعب بآله حاده، تمام، يبقى ده لاسيريتنج انجري. او مال دايركتد تيث توث، يعني واحد سنته جايه بالعرض كل ما يجي يمضغ او ياكل يعور نفسه، يعور خده من جوه. كيميكال زي الكروسيف، واحد بلعب طاس حصل ان الميكوزا كلها اتهرت بقت ألسر. فيزيكال ريديوثيرابي، واحد تعرض لاشعاع الراديشن، تمام. انفلاماتوري اكيوت وكرونيك، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، تعمل ألسر وخدناها وهنعيدها تاني. نيوبلاستيك اللي هي مالجنانت ألسر اللي هي كان الشكل ده، كلام الباثولوجي السنه اللي فاتت اهو. ريزد افيرتد ايدج كده. الريجولار نيكروتيك فلور انديوريتد بيس، تيجي تحس البيس تلاقيها ناشفه انديوريتد. دي الكانسر اللي هي المالجنت ألسر، سكوما سيل كارسينوما، سيان في الميكوزا او في السكين، وبلاد ديزيز وسكين ديزيز. تعال ناخد بقى واحده واحده، احنا خدنا كده التروماتيك خلصناها، خدنا النيوبلاستيك خلصناها، ناخد الانفلاماتوري وبعدين البلاد ديزيزز نعيدها تاني والسكين ديزيزز. الانفلاماتوري اكيوت وكرونيك، تمام. طيب الاكيوت يا فايرال يا بكتيريال يا فانجل، احنا بنعيد الكلام اللي قلناه. الفايرال زي الهيربس سيمبلكس، مفيش حد فينا ما جالوش هيربس سيمبلكس يا جماعه، اللي هي الفسافيز اللي بتحصل دي عند الاندو فيفر، لما يكون عندك نزله برد وبعدين بقى في نهايه البرد كده بعد يومين ثلاثه من الحراره تلاقي في فسافيس هنا حوالين بقك حوالين مناخيرك، دي اسمها هيربس، تمام. يقول لك طف حراري، ماشي، بتيجي في الانترو بارت بتاع الماوس، دي الهيربس سيمبلكس، ودي حاجه سيمبل كوزد بالهيربس سيمبلكس فيروس، ماشي اهي. الهيربس زوستر، لا ربنا يكفينا شره، ده نيوروتروبيك فيروس، ده سيفيرلي بينفول، ده لانه عايش في الجانجليا بتاع النيرف. هيربانجينا، ده كوكزاكي فيروس، يجي في البستور بارت بتاع الفارنكس وعلى البلد ورا، يعني الهيربس سيمبلكس يجي قدام والهيربانجينا تيجي ورا. بص الهيربس سيمبلكس يجي قدام والهيربانجينا تيجي ورا، بينما الهيربس زوستر سيفيرلي بينفول لانه نيوروتروبيك فيروس. الايدز انت ناسي ولا ايه؟ طبعا الايدز بيعمل اي حاجه ألسر. الهيربس سيمبلكس، الهيربس زوستر، الهيربانجينا هي اصلا بتعمل فيزيكال فسافيس، والفسافيس لما تفرقع تبقى ألسر اللي هي الفيزيكلز. بكتيريال، السيفير فارنجايتس وتونسولايتس، ممكن الدفتيريا، وتقول الكاركتر بتاع السودومين برين اللي بغطي الألسر السبعه كاركتر. الفينسنت انجينا، وتقول لي اسمه الاورجانيزم بوريليفنس تايب هيزوفروباس اللاي وباد اورال هايجين وريجولار ديب ألسر يونيلاترال، لازم يتقال الكلام ده، اللي هو العين اللي ما كانش بيغسل سنانه بالفرشه، ترينش ماوس. كانكرام اوريس، جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس، لا ده يجي في الدايبيتك اللي الاميونيتي بتاعته واطيه قوي، جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس، خدناه في الباثولوجي السنه اللي فاتت. وفانجال مونيليزس، ما بيبقاش معاها فيفر وكوزد بكانديدا البيكان ميلك وايتش سودو ممبرين، ده الكلام اللي يتقال. تعال نشوف كانكرام اوريس، بص جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس، حتى المينتال فورامين بانت، كل التيشو اتاكلت، ده يجي العيان دايبيتك والاميونيتي بتاعها واطيه قوي فيحصل جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس. نيجي بقى للكرونيك، خلصنا الاكيوت، نيجي للكرونيك. الكرونيك زي ايه؟ التي بي، اندرمايند ايجد ألسر، فين الاندرمايند اهي؟ اندرمايند ايجد ألسر، تمام. السيفلس، يعمل شانكر او سنيل تراك ألسر، سيفيجنس ألسر وميكوس باتشز، او الجاما، الجاما لما تألسريت تعمل بانشد اوت ايجد ألسر كده، عامل زي الجبنه المقطوعه كده اللي هي اللي فوق دي، بانشد اوت ايجد ألسر. بينما خلي بالك التي بي يعمل كده اندرمايند،
ده تي بي، ده سيفلس جاما، تمام؟ ده كرونيك. في حاجة بقى اسمها ديسبيبتيك ألسر أو أفثس ألسر، دي بتجيلنا أيام الامتحانات مع الاسترس، وبيبقى معاها جي اي تي أبسيت، جاسترونتستينال ترابلز، تمام؟ مفيش حد فينا تقريبا ما جالوش الحكاية دي قبل امتحان وتوتر وبتاع، تلاقي جاله قرح في بقه شكلها عامل كده أو كده، تيجي في الشفة من جوه، تيجي على اللسان، تيجي على البكا الميكوزا، وبتبقى سمول وبينفول وريكارنت ويلوش مع كل امتحان تجيلك، لان انت راجل استريسد. الى الان بتجيلي احيانا قبل المؤتمرات والكلام ده، يبقى الاكزاكت كوز انون. بس الامهات البلد يقول لك ايه، الهبو بتاع بطنه قرح له بقه، تمام، اللي هي معاها جي اي تي ابسيت ديسبيبسيا، تمام، وحتى قبل الامتحان تلاقيك عايز ترجع مع القرح. يبقى اذا هي الكاركتر بتاعها ايه، الديسبيبتيك السر مالتيبل سمول بينفول ريكارنت يلوش السر مع جي اي تي ترابل. البلاد ديزيزز، خلصنا كده الانفلاماتوري. البلاد ديزيز الثلاثه اللي خدناهم بلاد ديزيزز، اللي هي اجرانولوسايتوزيس، ما عادش فيه ليوكوسايتس، ليوكوبينيا، الليوكيميا الليوكوسايت زادت، والاثنين دول فيهم ريكارنت انفكشن لان الليوكوسايتس لما زادت مش شغاله، والانفكشنس مونوكلوزس اللي هي المونوسايتس زادت. الاجرانولوسايتوس بتعمل اوروفارنجيال السر سراوندد بليتل انفلاماتوري اكشن لان ما عادش فيه انفلاماتوري سيلز، ما عادش فيه ليوكوسايتس. اما الليوكيميا اوروفارنجيال السر مع الليمفادينوباثي هيباتوس بلينوميجالي، الكلام بتاع الليوكيميا، بليدنج تندنسي، بالور، انيميا اللي هي ثرومبوسايتوبينيا وانيميا. انفكشنس مونوكلوزس اللي هي كان اسمها جلاندولار فيفر، تمام، اللي بيشتغل بار فيروس انفكشن، بيبقى فيها اوروفارنجيال ألسريشن، بيبقى فيها ليمفادينوباثي زائد او نايس هيباتوس بلينوميجالي، بيبقى معاها فيفر اللي هي الفيبرايل مانيفيستاشن، وقلت الانجينوز اوروفارنجيال وجلاندولار اللي هي جنراليز ليمفادينوباثي. بشخصها بالبول بانل تيست او انتيبوديز اجينست الفيرال كابسيد انتيجين، ده الكلام اللي يتقال فيها. يبقى اي حد يجي لك بقرح في بقه بالذات لو متكرره لازم تعمل له صوره دم كامله، زي ما قلت لك صوره دم، يا هتبين المونوسايتس عاليه، يا هتبين الليوكوسايتس كتير قوي زياده عن اللزوم، يا هتبين الليوكوسايتس قليله قوي 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 اقل من 1000. طيب السكين ديزيزز بقى، السكين ده الاوتر كفر بتاع البودي، زي ما بيحصل فيه ديزيز هو نفس الديزيز بيأفكت الانر لايننج اوف ذا بودي اللي هي الميوكوزا. زي ايه؟ بنفجس، بقليل بتطلع على السكين، بقليل فيزيكال فسفوسه صغيره، بولس بقليله، دي بقليله وبتفرقع وتعمل ألسر، بقليله وبتفرقع وتعمل ألسر، ده البنفجس. حاجه شبيهه بها بالظبط وتعمل وبولس وتفرقع وتعمل ألسر، بنفجويد اويد، يعني شبيه بس بتبقى ديب شويه عن البنفجس. البنفجس سوبرفيشال، وديس الديزيز مرض بهجت هتاخدوه في الرمض وهتاخدوه في كذا برانش، او حساسيه لدواء معين دراج ايربشن. بنقول البنفجس اللي هو قالوا لنا في الجلديه ان ده مرض سيدنا ايوب، الله اعلم من صحه هذه المعلومه، مرض سيدنا ايوب اللي هو عباره عن ايه، اوتو اميون ديزيز، بيعمل بولي في السكين، بولي دي اكتر من فسفوسه، اكتر من فيزيكال، بولس بقليله اللي هو المنظر ده، تمام، بتفرقع وتعمل ألسر، ده اوتو اميون ديزيز وبتعالج بالكورتيزون. لو انا خدت بايوبسي الاقي المنظر ايه من السكين او من الميوكوزا، الاقي انترا ابيثيليال ليجن، الليجن دي في السوبرفيشال لير اوف ذا ابيثيليوم اللي هي ده، تمام، وطبقه البريكل سيل اللي هي الديب لير اوف ابيثيليوم وفي الابيديرمس الاقيها دايبه، دايبه في الميه في البولي، لايسز اكانثولايسز اكانثولايسز، تمام. يبقى لو خدت بايوبسي الاقي البريكل سيل اللي هي الديب لير بتاع الابيديرمس دايبه في الميه اهي عايمه، اكانثولايسز اكانثولايسز يعني البريكل سيل دايبه، خلي بالك عكسها اكانثوزيس اللي هي في الليوكوبليكيا، هناخدها بعد كده. بيمفيجويد يعني مرض مشابه للبيمفيجاس، هو هو اوتومين ديزيز وبيعمل بولي وتفرقع وتعمل ألسر، بس بدل ما هو في السوبرفيشال لير لا ديب، ايه ده ديب عن الابيديرمس، طالما ديب عن الابيديرمس يبقى ملوش دعوه بالبريكل سيل، وبالتالي مفيش فيه اكانثوليسيس. لو خدت بايوبسي ده سب ابيثيليال مفيش معاه اكانثوليسيس لانه ديب للبريكل سيل لير. بيس الديزيز او مرض بهجت، بيس الديزيز ملخصه كلمتين، تمام، ايريدو سايكلايتس واوروجينيتال السر، يعني اوروجينيتال اوروفارنجيال السر
جينيتال ارسر ايريدوسايكلايتس انفلاميشن في ايريس وسيلير بودي. يعني هناخده في الاي ان تي اوروفارينجيال ارسر، هناخده في الاندرولوجي في التناسليه اللي هو جينيتال ارسر في الجلديه والتناسليه، وهناخده في الرامد ايريدوسايكلايتس ده اوتوميون ديزيز وبيتعالج بالكورتيزون. بعد بهجه اللي هو بيس ده بعد ما مات وشبع موت، اكتشفوا ان بيس الديزيز ده فيه حاجات اكتر من الثلاثه دول، يعني هما اثنين اوروجينيتال ارسر وايريدوسايكلايتس اللي انا قسمتهم لثلاثه اوروفارنجيال ارسر جينيتال ارسر ايريدوسايكلايتس، لا اكتشفوا انه اكتر من كده وبتعالج بالكورتيزون. الدراج ايرابشن ده حساسيه لدواء معين، دراج هايبر سنسيفتي، خد دواء حصل طفح على الجلد، الطفح ده عباره عن فسافيس او بقاليل وبتفرقع بالذات في منطقه الويست، منطقه النص بتاع الجسم، تمام. ياما حد فينا خد دواء وجاله حساسيه للدواء، تلاقي حبيبات حمراء وبتفرقع وتعمل ألسر، ده دراج هايبر سيستي. فرنجيال باتش، احنا نطينا شويه المواضيع علشان اعطوهم الفرنجيال باتش والسايلنت ارياز للمحاضره دي، بحيث ان المحاضره دي قصيره علشان ما اعملش اوفرلودنج لبقيه المحاضرات، فدي هتلاقوها في نفس الوقت الطول بتاع بقيه المحاضرات. بالنسبه للفرنجيال باوتش اسمها الثاني زينكرز دايفرتيكولم، زينكرز دايفرتيكولم، تمام. عباره عن ايه؟ هرنيا زي الهرنيا الانجوينال هرنيا والكلام ده، بس الهرنيا طالعه من هنا اللي هي دي. ازاي يعني؟ واحد حصل اسبازم في الكريكو فارنجياس ماسل، تمام، كانه جاله كونستيبيشن، فالاكل اتجمع في الفارنجز، عيل الانترا فارنجيال بريشر، راحت الميوكوزا باظه من ديفكت اللي هو ايه بقى؟ الجزئين دول بتوع العضله الانفيرو كونستريكتور، دي اسمها الثايروفارنجياس ودي اسمها الكريكوفارنجياس. ما بينهم جاب، الجاب دي اسمها كيليانز ديهيسنس. يعني انا لو هرسم لك الرسمه دي تاني، هرسم لك الرسمه دي بايدي اهي. بص دي الثايروفارنجياس جايه كده من الاوبليك لاين بتاع الثايرويد كارتليج، دي الثايرويد كارتليج اهي، وبينما الكريكويد كارتليج اهي. الثيروفارنجياس جايه كده والكريكوفارنجياس هورزونتال كده، ففي بينهم ديفكت جاب اللي انا برسمه ده، اريا مش مغطيه بماسل وول، عامله زي الانجوينال هيرنيا لما تطلع من الانجوينال فورامين ديفكت في الابدومينال وول، نفس الكلام في ديفكت هنا، تمام. فيروح حاصل هرنيشن للفارنجيال ميوكوزا من هنا، الديفكت ده كيليانز ديهيسنس، تمام. يبقى ده عباره عن هرنيشن اوف فارنجيال ميوكوزا ثرو كيليانز ديهيسنس، وهنشوفها دلوقتي. دي الثايروفارنجياس، ثايروفارنجياس، ودي الكريكوفارنجياس، كريكوفارنجياس، ودي الهرنيا، وده الاوسوفاجس، ودي التراكية. ايه كيليانز ديهيسنس ده؟ ده ديفكت اريا، ويك اريا ما بين الثايروفارنجياس والكريكوفارنجياس. مين اللي اوبليك ومين اللي ترانسفيرس؟ الثايروفارنجياس اوبليك والكريكوفارنجياس ترانسفيرس، تمام. ديفيشنت اوف ماسل كود، السبب بتاعها ايه؟ زاد الانتروفارنجيال بريشر. ارسم لي. بص بقى الفارنكس اهو والاسوفجاس اهو، الكيليانز ديهيسنس مثلا هنا، فراح حاصل هرنيشن كده، تمام. هو ده الميوكوزا اللي جوه دي هرنييتد، هو ده السبب. طب ازاي يعني في سبازم في المصل اللي هنا الابر اوسفجيال سفنكتر اللي هي كريكوفارنجياس، حصل لها سباز، قفلت الاوسوفجاس من فوق اللي هي قفلت الهايبوفارينكس من تحت، فاللقمه اتجمعت فوق اهي. بص الهايبوفارينكس اهو، الاوسوفجاس اهو، حصل سبازم في العضله دي، الانترافارنجيال بريشر زاد، راح حصل هرنيشن زي لما يحصل كونستيبيشن يحصل انجوينال هرنيا، تمام. نفس الكلام، يبقى زياده في الانترافارنجيال بريشر ليه؟ علشان سباز في الكريكوفارنجياس سفنكتر اللي هي الابر اوسفجيال سفنكتر، يا اما مش سباز بس ما بتفتحش قدام اللقمه، المفروض اللقمه لما تيجي هنا السفنكتر دي تروح واسعه فاتحه علشان اللقمه تعدي، لا مش سائله، فيلير اوف ريلاكسيشن، المفروض تريلاكس قدام اللقمه مش بتريلاكس، يعني يا اما سباز يعني كونستريكتد زياده عن اللزوم، يا اما مش كونستريكتد بس مش بترسبوند للقمه وتريلاكس مش بتفتح، زاد الانترافارنجيال بريشر راح حاصل هرنيشن. بص للصوره دي لما يحصل هرنيشن، بص كبر اهو، بص دي الثايروفارنجياس
ودي كريكوفارينجياس، تمام؟ والهرنيا بتحصل ما بينهما، ماشي؟ نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاع الفارينجيال باوتش او زينكرز دايفيرتيكولوم. اولا ده رير ديزيز وبيحصل اكتر في الالدرلي ميلز مع الويكنس بتاع الماسلز في الالدرلي. السيمتومز بتاعه ايه؟ الهايبوفارينكس اهو والاسوفجاس اهو، وفي سبازم في السفنكتر هنا، اللقمه بدل ما كانت بتنزل هنا بقت تنزل هنا، فده عمال يكبر، واللي ده لما يكبر بيدوس على الاسوفجاس. معايا؟ يعني هو اللقمه بتغلط وتنزل فيه لان ده المفتوح وده مقفول بالسفنكتر، فاذا بيكبر فيدوس على الاسوفجاس اكتر، وبالتالي ديسفيجيا، واللقمه اتجمعت فيه، فيجي العين ينام يروح مرجع اللي كاله، بس هو ما وصلش للاستومك، ده متعبي في الباوتش في الهرنيا، وبالتالي undigested food، يبقى ما اسمهاش vomiting، اسمها regurgitation، لان ما وصلش للاستومك، regurgitation of undigested food. regurgitation of undigested food، يبقى اثنين سيمتوم اهو، ديسفيجيا، اللقمه بتقع فيه، تمام؟ وبتدوس على الاسوفجاس فعامله له صعوبه بلع. regurgitation of undigested food، ويبقى ريحه بقه وحشه، لان الاندجستد فود موجود بقاله 3 4 5 ساعات فيبقى ريحته وحشه. نيك سويلنج على الليفت سايد اوف ذا نيك، اللي هي الهرنيا نفسها، على الليفت سايد ليه؟ لان الهايبوفارينكس والاسوفجاس مايلين على الليفت. على فكره الهايبوفارينكس والاسوفجاس ميد لاين، بس شيفت تو ذا ليفت، زي ما التراكيه ميد لاين شيفت تو ذا رايت، يبقى التراكيه شيفت للرايت بينما الاسوفجاس والهايبوفارينك شيفت للليفت، علشان كده السويلنج بيبقى اكتر ليفت، تمام؟ يبقى مين لي على الليفت سايد، يبقى عندنا صعوبه بلع، عندنا ريجرجيتيشن اوف اندجستد فود، عندنا نيك سويلنج على الليفت سايد. نيجي للساينس بقى، اكزامينشن. لو عملت اكزامينشن للهايبوفارينكس بالمرايه او بالفليكسبل لارينجوسكوبي، الاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي، ما خلي بالك الهايبوفارينكس ورا اللارينكس، لو دخلت مرايه او دخلت منظار هشوف اللارينكس قدام والهايبوفارينكس ورا، اهو اللارينكس قدام والهايبوفارينكس اهو ورا، ايه ده؟ لقيت في حته هنا ديبريشن، وممكن تلاقيها مليانه سلايفا، ليه بقى؟ بص، ما هو الهايبوفارينكس اهو، وده الباوتش، وده الاسوفجاس، ودي السفنكتر، فانت شايف دلوقتي الهايبوفارينكس، فتلاقي البايرفورم فص على الناحيه دي مليانه فروث سلايفا، لان ده مليان فود، الباوتش مليان فود ومن فوق لعاب سلايفا، فتلاقي في بول في سلايفا في الحته دي، تمام كده؟ بالفليكسبل لارينجوسكوبي او الاندايركت لارينجوسكوبي. ولو حطيت ايدك بره على النك هتحس الباوتش اللي هي الهرنيا، زي الهرنيا بتاع الابدومين، ونفس الكاركتر بتاع الهرنيا بتاع الابدومين. ما هو الهرنيا بتاع الابدومين عباره عن ايه؟ ان الانتستين طلعت من الانجوينال فورامين بقت تحت السبكتينيس تيشو، وبالتالي ما هو نفس الكلام، يبقى الفارنجيال ميوكوزا اللي هي هنا كانت انتستين طلعت بقت تحت الجلد، طب نفس الكلام، يبقى سويلنج على الليفت سايد اوف ذا نيك. ايه الكاركتر بتاع السويلنج؟ نفس الكاركتر بتاع الهرنيا، سيستيك كومبريسابل او ريديوسابل بتنكريز مع الكافنج والستريننج، نفس الهرنيا، لو حد فيكم يعرف الهرنيا الفتاء، يبقى اذا سيستيك سيست كومبريسابل لو ضغطت عليها تكش، بس لو ضغطت عليها ممكن يشرق، لان الاكل اللي فيها ممكن يروح واقع على اللارنكس، اللارنكس اهو معايا يشرق، يبقى سيستيك كومبريسابل او ريديوسابل بتزيد بالكافنج والستريننج بالحزق والكحه، لان البريشر بيزيد، وعلى الليفت سايد علشان الاسوفاجس والهايبوفارينكس ليفت سايد ستراكشر شيفت تو ذا ليفت. نيجي بقى للانفستيجيشن، الهايبوفارينكس والاسوفاجس ما يبانوش في الاشعه العاديه، بل لو صابت الباريوم تلاقي الباوتش اترسم اهو، ده اكس راي وذ باريوم سوال، ده الباوتش ودايس على الاسوفاجس، بالمناسبه ده الاسوفاجس، ده الاسوفاجس، وده زينكرز دايفيرتيكولوم الباوتش، تمام؟ فاذا صبغه الباريوم بتبان فضيه اللون، بيضه هيك بتلمع، رسمت لي، بقول لك يبان ريتورت شيب سويلنج، ريتورت يعني اناء قاروره، تمام؟ القاروره شكلها عامل كده، ما هو شكله عامل كده اهو، قاروره، ماشي؟ طيب يبقى ريتورت شيب سويلنج ده في الباريوم سوالو، لما بلغوا صبغه الباريوم وصوروا، لما تشوفه بعينك بقى بالمنظار اعمل له هايبوفارينجوسكوبي، هتشوف الباوتش، لدرجه بقول لك ممكن تغلط في الباوتش وتدخل في الباوتش على انه الاسوفجاس، يعني انا داخل بالمنظار هنا اهو،
فافتكر ان ده الاسوفاجس معايا. فاذا خلي بالك انت لو دخلت جامد ممكن تبرفوريت، فتيك كير، هتلاقي فتحتين، فتحه الاسوفاجس هنا وفتحه الباوتش هنا تمام، اللي هي ناحيه البايرفورم فوسا، وهتلاقي فيها فروث واندايجستد فود وهكذا. ده بالهايبوفارينجوسكوبي. التريتمنت بقى بتاع الفارينجيال باوتش، علاج الفارينجيال باوتش يا بالمنظار اندوسكوبك تريتمنت يا جراحه زي الهرنيا، هتخلق هتشيل بقى تفتح وتشيل باوتش وتقفل، ده السيرجيكال. الاندوسكوبك بقى بالمنظار، بص بقى هو السبب ايه، مش كونستريكشن او سبازم في الكريكو فارينجياس، لما توسع الكريكو فارينجياس دي بطريقه ريبيت دايليتيشن، يعني هي ضيقه سباستيك كده، ده دخل المنظار بتاعك ودخل فيها حاجه لوبريكيتد ودخل فيها الالاستيك دايليتور ده الرفيع، قعدوا دقيقتين ثلاثه وبعدين اطلع دخل حاجه اوسع اوسع اوسع، فهي كانت كده السفنكتر كانت كده، في الاخر السفنكتر هتبقى كده. هيجي له هايبر اسيديتي وبتاع، مش مهم، انت بعد كده تدي له الانتي اسيد دراجز والحاجات دي، ده ريبيت دايليتيشن للكريكو فارينجيال سفنكتر. ده لو ايه، لو الباوتش صغير. طب لو اكبر شويه، بص بقى انا هدخل بالمنظار اهو، حاجه لذيذه جدا، الباوتش اهو، الباوتش كده اهو تمام، ومتغطى من بره بادفانتيشيا، فانا هدخل بالمنظار اللي انا هرسمه مثلا سي بالازرق ده، المنظار اهو لي شفتين، المنظار هاكل السبتم ده اللي بين الباوتش والاسوفاجس، نمره واحد ده الباوتش، نمره اتنين ده الاسوفاجس، اخلي الاتنين حاجه واحده، في النهايه هيبقى شكلهم ايه؟ اهو خليت الباوتش والاسوفاجس حاجه واحده، والادفانتيشيا من بره مغطيه، يعني السبتم اللي ان بتوين التاكل ده، يبقى خليت الباوتش والاسوفاجس حاجه واحده. تعال نطبق الكلام ده على الصور، بص دي قبل العمليه دي بعد العمليه، خدت بالك؟ الباوتش والاسوفاجس بقوا حاجه واحده، ده المنظار، شكل المنظار ده السبتم، ده الاسوفاجس وده الباوتش. لما تيجي نشيل الحته دي هيبقى المنظر كده، السبتم اللي بينهم ده التاكل تمام، يبقى ده ممكن اكله بالدايثيرمي او بالليزر، خليت الهرنيا جزء من الاسوفاجس، كونتينوس مع الاسوفاجس تمام. لما انت كده قطعت الكيكو فارنجياس هيجي له جاستروجيال ريفلكس، يبقى اديله انتي اسيد، يعني بالظبط كان كده قبل العمليه. طبعا في ادفانتيشيا بتغطي من بره خالص، اللي هي الصفرة دي مثلا، بقى كده بعد العمليه معايا، والصفرة بتحوطهم من بره هي هي، خليت الباوتش والاسوفاجس حاجه واحده، ده اللي هو اندوسكوبيك اكسيجن اوف ذا سيبتوم بتوين ذا باوتش اند اسوفاجس. طيب تعالى بقى نشوف السيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت، هو انت مش قلت لي الكريكو فارنجيال ماسل دي، الكريكو فارنجياس الابر اسوفيجال سفنكتر سباستيك الاستيك قافل، طب ما تقطعه، كريكو فارنجيال مايوتومي اهي والهرنيا اهي ودي سباستيك، طب ما تقطع الاستيك ده، يقوم الباوتش ما عادش يكبر، لو الباوتش صغير الاكل هيقع هنا وادي له انتي اسيد وخلصنا، يبقى كريكو فارنجيال مايوتومي، اوتومي يعني شاه، ومايو اللي هي عضله، ما هي دي عضله كريكو فارنجياس. طيب اهي دي كريكو فارنجياس، عملت مايوتومي. طيب لو الباوتش كبير، طب ما انت كده سبت الباوتش عملت كريكو فارنجيال مايوتومي مش هيكبر، لكن في هرنيا مضايقه العيان، اذا لو كبيره يبقى شيلها زيها زي الهرنيا بتاع البطن زي الانجوينال هرنيا، يبقى اذا زينكرز دايفرتيكيليكتومي، يعني اسمها دايفرتيكيلوم دايفرتيكيليكتومي، يبقى اكسيشن اوف ذا باوتش. طيب ما انت لو شلت الباوتش هيرجع تاني، ليه؟ اهو سبازم في كيركو فارنجيال سفنكتر، جيت وشلت لي الباوتش ده ده وخيطت مكانه، طب ما يرجع تاني لان في سبازم في كيركو فارنجيال سفنكتر، اذا اعمل له كيركو فارنجيال مايوتومي علشان تو بريفنت ريكرنس، اهي شرحها في الصور. بص بقى شلت الباوتش اهو كيركو فارنجيال مايوتومي وقطعت السفنكتر وخيطت مكان الباوتش، ده لو هو لارج، اما لو سمول كفايه قوي انك تقطع السفنكتر وخلصنا، ده كان الفارنجيال باوتش او زينكا دايفرتيكولوم. سايلنت ارياز انت هيدا، انت
برضو انا بقول لك نطيت المواضيع علشان نخفف الحمل من على المحاضرات اللي بعد كده. يعني ايه كلمة سايلنت اريا اللي هي موجودة في نهاية التيومرز بتاع نيزو والاورو والهايبوفارينكس؟ تمام، يعني ايه كلمة سايلنت اريا؟ يعني اريا فيري ريتش ان ليمفاتكس، تدي ليمف نود ميتاستاسيس قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي. بمعنى لو انا جيت اقول لك النيزو فارينكس لو جه في ماس المفروض هتسد النوز لانها ورا النوز، بس النيزو فارينكس فيري ريتش ان ليمفاتكس، يروح مدي ليمف نود ميتاستاسيس قبل ما يدي نيزل اوبستراكشن، قبل ما يدي سيمتوم ريليتد ليه. لو انا قلت لك مثلا حاجه ثانيه زي مثلا السوبرا جلوتيك اريا بتاع اللارينكس واسعه، اريا واسعه، المفروض لارينكس تدي هورسنس، لا قبل ما تدي هورسنس اديت ليمف نود لانها فيري ريتش ان ليمفاتكس. اذا كلمه سايلنت ارياز يعني اريا فيري ريتش ان ليمفاتيك تيشو تدي ليمف نود ميتاستاسيس قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي لانها ريتش الليمفاتيك فيسلز. تمام كده، يوجد سبع ارياز في الهيد اند نيك سايلنت يدوا ليمف نود ميتاستاسيس قبل ما يدوا سيمتوم ريليتد للاريا دي. تمام، انا بعيد وازيد، يعني مثلا الاير لو حصل فيها مشكله تدي ديفنس، ده السيمتوم بتاع الاير. لو النيزو فارينكس حصل فيه سيمتوم يدي نيزال اوبستراكشن، لو اللارينكس حصل فيه مشكله يدي هورسنس او سترايدور، لا ده في اورجانس قبل ما تدي سيمتوم ريليتد ليها تدي ليمف نود. هي ده الديفينيشن بتاع السايلنت اريا، الارياز دي بتبقى فيري ريتش ليمفاتيك فيسلز تدي ليمف نود قبل ما تدي سيمتوم ريليتد ليها. تمام، ايه السبع ارياز اللي في الهيد اند نيك اللي هي فيري ريتش ليمفاتكس؟ بنلخصها في كلمه فيتس، فيتس 3 اف 2 3 تي 1 اس فيتس. الفصة أو فروزو مولر في نيزو فارينكس اللي هي الكومن سايت اللي يجي فيه نيزو فارينجال كارسينوم. أحيانا في أسئلة الـ MCQ لها نيزو فارينكس، قول له نيزو فارينكس سايلنت اريا، ماشي موافق. تمام، يبقى أول إف الفصة أو فروزو مولر أو النيزو فارينكس. تاني اريا البايريفورم فصة الهايبو فارينكس، ده تاني إف. تالت اريا الفلور أوف ذا ماوس، هنا فلور أوف ذا ماوس، يبقى أنا قلت النيزو فارينكس اللي هي الفصة أو فروزو مولر يدي ليمف نود. تمام، البايريفورم فصة يدي ليمف نود، الفلور اوف ذا ماوس يدي ليمف نود 3 اف. التونسل لو كانسر جاي جوه كريبت، بص كريبت اهي، لو كانسر جوه هنا الاكل مش هيطول ومش هيحكه ويعمل بين، وبالتالي التونسل ده ليمفويد تيشو فيري ريتش ليمفاتيك فيسلز فتدي ليمف نود قبل ما تدي ديسفيجيا. يبقى لو جه جوه كريبت تونسل، تانج بيز قاعده اللسان ورا، تدي ليمف نود، ده في لينجوال تونسل فيري ريتش ليمفاتكس. تمام، ده هي ليمف نود اصلا ليمفاتك تيشو، وبالتالي تدي ليمف نود قبل ما تدي ديسفيجيا. ثايرويد، الثايرويد فيري ريتش ليمفاتكس سوليتري ثايرويد نوديول مثلا سي بابيلاري كارسينوما، تدي ليمف نود قبل ما تعمل جويتر، قبل ما تعمل سويلنج في النك. معايا؟ سوبرا جلوتيك اريا اوف ذا لارينكس، الاريا اللي فوق في اللارينكس، من فوق هناخدها في اللارينكس، اعلى اريا في اللارينكس، واسع فما يخنقش ما يعملش سترايدر، وفي نفس الوقت ده فوق الفوكال كورد سوبرا. تمام، سوبرا جلوتيك، جلوتيك اللي هو الفوكال كورد، اذا مش هتعمل هورسنس، تروح مديها ليمف نود قبل ما تعمل هورسنس. لخصناها في كلمه فيتس 3 اف الفصه وفروزو مولر او النيزوفارينكس، الفلور اوف ذا ماوس البيرفورم فصه، 3 تي تونسل تانج بيت ثايرويد، 1 اس سوبرا جلوتيك اريا اوف ذا لارينكس. نيجي بقى لكلمه اوكالت برايمري. يعني ايه اوكالت؟ يعني هيدن مداري، هيدن مداري ازاي يعني؟ الولد اللي انت شايفه في الصوره ده قدامك عنده ايه؟ عنده نيك سويلنج. الولد ده جاي يقول لي ايه؟ دكتور انا عندي الكلكعه دي في رقبتي. ايه ده؟ الكلكعه دي ممكن تبقى ليمف نود، ممكن تبقى سكندري ميتاستاسيس. طب مين اللي بعت الميتاستاسيس للحته دي؟ معرفش، يبقى البرايمري اوكالت. تمام، عندك نيزل اوبستراكشن، عندك ديفنس يمكن كارسينوما في النيزوفارينكس وسده الاوستيكيان تيوب، عندك هورسنس يمكن كانسر لارينكس، عندك ديسفيجيا يمكن كانسر هايبوفارينكس. لا، يبقى البرايمري مداري اوكالت هيدن، بينما العيان بريزنتد بالسكندري. البرايمري ممكن يبقى ايه؟ سايلنت اريا. تخيل بقى اللي احنا قلناه، يبقى البرايمري ممكن يبقى سايلنت اريا اللي هو فيتس. تمام،
يبقى إذا كلمة occult primary the patient presented with neck mass neck lump lump اللي هي mass neck swelling lymph node lymph node دي أكتر إن تكون secondary. طبعا في primary malignant tumor في lymph node lymphoma it may be primary بس ده rare usually lymph node بيجي فيها metastasis فكونها تبقى secondary نسبتها أعلى. يبقى إذا neck lump أو neck mass lymph node enlargement البرايمري تيومر اللي بعت لها المتاس انون البرايمري ممكن يبقى ايه يا اما في الهيد اند نيك يبقى وان اوف ذا سايلنت ارياز ونقولهم تاني السبعه سايلنت ارياز اللي هما فيتس 3 اف 3 تي 1 اس يتقالوا تاني يا اما سام تايمز ما يكونش الكانسر في الهيد اند نيك ايه ده كانسر مش في الهيد اند نيك وبعت ليمف نود للنك اه الله انت فاكر حاجه اسمها ثوراسيك داكت اه كان على الليفت سايد بتاع الرقبه هنا صح كان بيلم القاذورات الثوراسيك داكت ده الزبال الزبال بتاع الابدومين والبلفس كان بيلم كل القاذورات والزباله بتاع الابدومين والبلفس والانتستين والثوراكس واللي هو الليمف الزباله وبعدين يصب في الفينز بتاعه الرقبه تمام طيب وكان على الليفت سايد اونلي ما فيش رايت وبالتالي ممكن لو في كانسر هنا في الثوراكس او في الابدومين او في البلفس تروح الميتاستاتيك سيلز دي للثوراسيك داكت ويروح بعتها هو لللور ديب سيرفايكال ليمف نود اللي هي السوبرا كلافيكولار ليمف نود اللي انت في سنه 6 ان شاء الله او 5 على حسب بتاخد الجراحه امتى هتسميها فيركاو ليمف نود اللي هي مالجنانت ليمف نود في الرقبه لور دي اللي هو السوبرا كلافيكولار ليمف نود لور ديب سيرفايكال نتيجه لكانسر بعت لها ميتاستاسيز من تحت من تحت النك يا من الثوراكس يا من الابدومين يا من البلفس تمام يبقى اذا الكانسر ممكن يبقى بلو ذا كلافيكل يعني الحته دي كلها نظيفه وفي الثوراسيك داكت على الليفت سايد هنا هو اللي بعت الميتاستاسيز يا اما من الثوراكس يا اما من البريست يا اما من الباول تمام يبقى 3 بي يا برونكس يا بريست يا باول تخيل حتى دوجلاس باوتش بتاع النساء ممكن يبعت كانسر لغايه الفركاو ليمف نودز السوبرا كلافيكولار تمام وبالتالي يا اما البرايمري تيومر اوف ذا هيد اند نيك من السايلنت ارياز ونعدهم يا اما جاي من بلو ذا كلافيكل وهو اللي عمل الليمف نود دي اللي هي من 3 بي يا برونكاس برونكوجينيك كارسينوما يا بريست كارسينوما يا باول بنسميها باول اللي هي الانتستين سمول ولارج وخلافه How to manage the occult primary يعني العيان ده جاي يقول لك دكتور انا عندي السويلنج ده هو ما يعرفش هو ما يعرفش ان ده سكندري ما يعرفش ان في كانسر تاني برايمري هو اللي بعته هو جاي يشتكي شكوته انا عندي انا عندي الكلكعه دي نيكلامب دي ما يعرفش القصه تمام كلمه مانجمنت اوف occult primary ان انا احل لغز occult انه ما يبقاش البرايمري occult اعرف مين البرايمري هو ده المانجمنت انك تحل المشكله ما يبقاش اوكلت تعرف مين اللي بعت الليمف نود متاس دي المانجمنت عباره عن ان اخد الهيستوري كويس اعمل اكزامينيشن للعيان كويس تعمل انفستيجيشنز انت بتدور على ايه انا بدور على البرايمري ما هو ده المانجمنت وانس عرفت البرايمري خلاص لو طلع كانسر لارينكس يبقى مانجمنت اوف كانسر لارينكس لو طلع كانسر هايبوفارينكس مانجمنت اوف كانسر هايبونيزوفارينكس وهكذا تمام الهيستوري هو اي نيك ماس او اي ماس في الجسم في البطنه والجراحه هتاخدها بتسال عن على ايه او سي دي اونست كورس دوريشن اوف ذا نيك ماس الاونست بدا مره واحده ولا بالتدريج الكورس بيزيد ولا بيقل ولا زي ما هو الديوليشن بقى له قد ايه علشان اعرف يا جماعه هو مالجنت نيتشر ولا لا تمام يبقى اذا لو بالتدريج جراديوال اونست ات مي بي كانسر اكيوت اونست ده انفلاماتوري لو اكيوت معايا الكورس بيزيد ولا بيقل ولا زي ما هي زي ما هو بروجريسيف ولا ريجريسيف ولا ستيشنري ولا انترميتنت بيروح ويجي الكانسر بروجريسيف الديوريشن بقى له يوم او اثنين ات مي بي انفلاماتوري لا بقى له شهر شهرين مي بي كانسر وهكذا يبقى ده الاوسط الكورس ديوريشن بعد كده اساله على سيمبتومز وفي اندريك ديزيزز عندك نيزل اوبستراكشن يمكن نيزوفارينجيال كارسينوما بعتت عندك ديفنس يمكن نيزوفارينجيال كارسينوما وسد الاوستيكيا توب وبعتت عندك هورسنس يمكن كانسر لارينكس وبعت عندك ديسفيجيا يمكن هايبوفارينكس او بيز اوف ذا تانج وبعت عندك سويلنج في الرقبه يمكن ثايرويد وبعتت يبقى ده سيمبتومز اوف هيدن دريك ديزيزز
symptoms of chest diseases. عندك كف هيموبتس الشست بين ات مي ببرونكوجينيك كارسينوما باتت تمام. وبرضه هساله على بريست سيمتومز ده لو واحده ست. سيمتومز اوف باول ديزيزز عندك هيماتيمسيس عندك ميلينا عندك ابدومينال بين عندك فوميتنج وهكذا ات مي بي باول كارسينوما وبعتت. طيب بس خلي بالك الكانسر لما بيبعت متاس للليمف نود بيبعت متاس من نوعه يعني لو ادينو كارسينوما تبعت للليمف نود ادينو كارسينوما لو سكوماس سيل كارسينوما تبعت للليمف نود سكوماس سيل كارسينوما تخلي بالك من اللعبه دي. الاكزامينيشن بقى برضو كعب داير نفس الكعب الداير ها اكزامين الماس لقيتها فيرم وتندر ات مي بي انفلاماتوري لقيتها هارد ونوت تندر وممكن تبقى فيكسد مي بي كانسر وهكذا. الاكزامينيشن للنيك ماس دي نمره واحد. بعد كده فول هيد اند نيك اكزامينيشن افليه ممكن يبقى كانسر في اي منطقه من دول من فوق لغايه الهايبوفارينكس من تحت يبقى فول هيد اند نيك اكزامينيشن. اعمل له شيست اكزامينيشن اعمل له ابدومينال اكزامينيشن انا بدور على البرايمري. انفستيجيشنز بقى ايه الانفستيجيشنز اللي هتعملها له؟ طبعا انت شايف العيان ده عملت له السي تي ده على فكره السي تي ده بتاع العين اللي فوق ايه السويلنج اهو والسويلنج اهو والليمف نود اهي باينه اهي معايا. طيب اول حاجه في الانفستيجيشن راديولوجيكال انفستيجيشن وممكن اللي هو اشعاعات ممكن تحاليل دم هيماتولوجيكال ممكن اخد عينه باثولوجيكال بس خلي بالك من كلمه عينه دي وممكن مناظير اندوسكوبيك ده انا بعمل له كل المناظير زي ما عملت كل الاكزامينيشنز هعمل له كل المناظير بان اندوسكوبي علشان اشوف البرايمري تيومر فين واخد بايوبسي لو لقيت برايمري تيومر. راديولوجيكال انفستيجيشن هعمل له اكس راي على الهيد والنيك والشيست ما انا بدور على البرايمري اعمل له سي تي من السكال بيز تمام لغايه الثوراكس بدور على البرايمري اعمل له باريام سوال واعمل له باريام ميل واعمل له باريام فولو ثرو. ايه ده اولا يعني ايه باريام سوال؟ صبغه الباريام وهبتت بلع اصوره علشان اشوف الهايبوفارينكس والاسوفجس. يعني ايه باريام ميل؟ استنى لغايه ما بلعها ميل واصور الاستومك ات مي بي ادنو كارسينوما في الاستومك. يعني ايه باريام فولو ثرو؟ استنى لغايه ما توصل للانتستين واشوف لو في كانسر انتستين وممكن كمان باريام انيما اشوف ريكتال كارسينوما معايا. يعني هو يا اما باريام سوال يا باريام ميل يا باريام فولو ثرو يا باريام انيما انا مشيت بالترتيب من فوق لتحت. اعمل له ثايرويد سكان مش يمكن بابيلاري كارسينوما وهي اللي بعتت الليمف نود تمام. يبقى ده راديولوجيكال عملت له كل حاجه. هيماتولوجيكال كل حاجه برضو اعمل له صوره دم كامله كومبليت بلاد كاونت اعمل له اي اس ار وهكذا وكل التحاليل بقى بتاع الدم. باثولوجيكال انفستيجيشن اوعى تعمل اوبن بايوبسي من قبل ما تعرف البرايمري غلط. ليه؟ بص بقى الكانسر سي هنا بس انا لسه مش عارف وهو اللي بعت الليمف نود دي تمام. بعتها ازاي؟ عن طريق الليمفاتيك فيسل عمل الليمفاتيك برميشن يعني كل الليمفاتيك فيسل دي متسرطن بقى حبل سرطاني. سعادتك ما تعرفش البرايمري فين فانت دخلت شلت حته من الكانسر هنا علشان ايه تاخدها بايوبسي فتحت سكه للكانسر. هتلاقي الكانسر اللي كان صغير ده فرش انت اللي فتحت له السكه بالجرح بتاعك. اذا اوبن بايوبسي مرفوضه الا لو عرفت البرايمري فين تقوم تدخل تشيل كله كده وان بيس بنسميه انتوتو او وان بلوك. وان بلوك البرايمري مع السكندري انتوتو توتال بلوك. امال اعمل ايه؟ اعرف النيتشر بتاع الكانسر ده ازاي؟ اعرف ان سكوماس سيل كارسينوما ازاي او ادينو كارسينوما ازاي؟ انك تاخد منه بايوبسي بابره. الابره ما بتجرحش بتدخل من خرم صغير وبالتالي بتشفط شويه سيلز. ده دكتور الباثولوجي اللي بيعملها اسمها ايه بقى؟ فاي نيدل اسبريشن بايوبسي او فاي نيدل اسبريشن سيتولوجي اللي هي ابره رفيعه جدا تدخل جوه التيومر يشفط ويحللها بعد كده. يبقى فاي نيدل اسبريشن بايوبسي بحيث ان التراك اللي دخل منه ده الخرم اللي الابره خرمته ده مش هيتسرطن ما فتحش سكه للسرطان تمام. ده انت لما بتاخد ابره بتاخد حقنه بعد ما بيطلع الحقنه منك بيحصل نقطتين دم وبيقفل وبالتالي هيقفل. يبقى ده فاي نيدل اسبريشن بايوبسي تو افويد سبيلج اوف مالجنانت سيلز انتشار الخلايا السرطانيه. اندوسكوبيك بقى هعمل له كل الاندوسكوبيز ازاي؟ يعني هعمل له نيزوفارينجوسكوبي هعمل له لارينجوسكوبي هايبوفارينجوسكوبي اوسوفوجوسكوبي برونكوسكوبي بان اندوسكوبي ولو لقيت فيه سسبيشس اريا
ان دي ممكن تكون بعت اللي يكون فيها البرايمري وبعت الليمف نود بتاس، اخد منها بايوبسي، يبقى ده اسمها بان اندوسكوبي. بان اندوسكوبي بالذات بالذات التونسل التانج بيز البايروفورم فصه الفصه وفروز مولر، انا بدور على الارياز على نفس ناحيه التيومر. وخلي بالك من حاجه، لو التيومر ده اللي هنا البرايمري اللي هنا، بص التيومر اللي هنا ده سكوما سيل كارسينوما، هيبعت للليمف نود سكوما سيل كارسينوما. لو من اللنج ادينو كارسينوما هيبعت ادينو كارسينوما، لو من الاستومك ادينو كارسينوما هيبعت ادينو كارسينوما، وهكذا. فيعني انا الفاين نيدل اسبيريشن بايوبسي دي ميزتها ان تبين لي النيتشر. طب لو طلعت بابيلاري كارسينوما في الليمف نود يبقى الثايرويد اللي بعتها، فانا ممكن افهم منها. اهم ان بي في الاوكل مهمه جدا، افويد تو ريموف ذا نيك ماس النيك لامب دي قبل ما تعرف البرايمري فين، بيفور ديسكفري اوف ذا برايمري. زي ما قلت لك سمري للي فات، بص بقى البرايمري اهو وبعت لينف نود متاس اهي، بعتها ازاي؟ عن طريق الليمفاتيك فيسل. الليمفاتيك فيسل دي دلوقتي حبل سرطاني اسمها ليمفاتيك برميشن، تمام؟ فانت بس بتبقى مايكروسكوبك، ما بتشوفهاش بعينك على فكره، حاجه مايكروسكوبك. فانت سعادتك لو دخلت خطا وافتكرت ان الليمف نود دي هي اللي سرطان بس وما تعرفش البرايمري ورحت شايلها كده، انت كده فتحت السكه للسرطان. هينتشر في الاريا دي. يبقى افويد تو ريموف ذا نيك ماس بيفور ديسكفري اوف ذا برايمري اللي هو بعت الميتاسيسز. ليه؟ هيحصل سبيلج اوف مالجنانت سيلز زي ما انا قلت لك، تمام؟ زائد ان الانسيجن بتاعك، الانسيجن اللي هتاخده هنا، بص هتاخد الانسيجن هنا علشان تشيل المالجنانت تيومر ده الليمف نود. الانسيجن بتاعك ده لو انت عملت انسيجن فيرتيكال وعرفت بعد كده ان ده مثلا سي كانسر لارينكس، فانت عايز تاخد يو شيبد او اتش شيبد او واي شيبد، ما هو لها كذا طريقه. فالانسيجن بتاعك ده هينترفير مع الانسيجن الجديد. ليه؟ لما بتاخد انسيجن في السكين في اي حته في السكين انت بتقطع الفاسكولاريتي. سي مثلا خدت انسيجن هنا، انا قطعت الفاسكولاريتي بتاعته، عما الفاسكولاريتي ترجع اتكس وقت طويل. فانا اكتشفت البرايمري بعد اسبوعين ثلاثه، هاجي اعمل انسيجن كده فيرتيكال معاه كده، لا الحته الميتنج بوينت دي مش هتلم لان قطعت الفاسكولاريتي بتاعت المنطقه، يبقى يور انسيجن ويل انترفير مع الانسيجن اوف راديكال نيك ديسكشن ليتر اون، لو انا اكتشفت البرايمري وعملت له راديكال نيك ديسكشن. طيب لو الماس دي لو فتحت اوبن بايوبسي وخدت بايوبسي ولقيت الماس دي سكوما سيل كارسينوما، استفدت حاجه؟ تصدق لا. لو ادينو كارسينوما غالبا جاء من اللنج، غالبا جاء من الاستومك من الانتستين ادينو، لكن لو سكويماس كارسينوما سكوما سيل كارسينوما كل الهيدن دريك كانسر سكوما سيل كارسينوما. تخيل النوز 80% سكوما سيل كارسينوما، الاير سكوما سيل كارسينوما، النيزوفارينكس سكوما سيل كارسينوما، اللارينكس سكوما سيل كارسينوما، فانا ما عرفتش مين اللي بعتها برضه، تمام؟ ده الفاين نيدل اسبريشن بايوبس على فكره، الصورة دي اللي الراجل بياخدها دي فناب أو فناك. طيب آخر حاجة اللي هو تحذير من avoid to remove the neck mass full sensation of security للعيان. إزاي يعني؟ هو العيان جاي يشتكي لك بإيه؟ ماس هنا نيك لامب، تمام؟ هو ما يعرفش يعني إيه برايمري، هو جاي يشتكي بالكلكعة دي، أنا ما عنديش غير دي يا دكتور، أنا عندي كلكعة في رقبتي هنا. طيب سعادتك لو شلتها له باوبن بايوبسي هو كده ارتاح شخصيا انه خف 100% مع ان لسه عنده برايمري مش معروف، يبقى انت اديته احساس كاذب بالامان، يبقى حرام عليك، تمام؟ يبقى اذا فول سنس اوف سكيورتي لان لسه في برايمري عمال يكبر وممكن يجي لك بعد كده في اند ستيج، فاذا انت اديته احساس كاذب بالامان. فاذا افويد تو ريموف ذا نيك ماس بيفور ديسكفري اوف ذا برايمري علشان الاربع نقط دول. اولا الخلايا السرطانيه هتنتشر، ثانيا الانسيجن بتاعك هينترفير مع الانسيجن بتاع الراديكال نيك لو اكتشفت البرايمري وهتعمل للعيان راديكال نيك، ثالثا لو بروفد على انها سكوما سيل كارسينوما بعد ما خدتها وحللتها ما استفدتش حاجه، رابعا احساس كاذب بالامان.